يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سافيتال. صحة سهرتكم أكيد راكم تسناو فينا هالبرنامج اللي ولفتوه وحبيتوه. واليوم عندي لاكريم، يعني النخبة راهم موجودين معنا كضيوف دو لاكريم لاكريم. إذا نرحب بالفنانة الجزائرية القديرة سعاد سبكي، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، صحة رمضانكم وأولا صحة فطوركم. يعطيك الصحة. والفنان المحبوب جدا كادير جابوني، مرحبا بك. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، الله يسلمك، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. شكرا على قبولك دعوتنا. وأكيد الضيف اللي نخافوا منه شوية حنايا نخافوا منه بصح اليوم نورمالمون إن شاء الله فيها خير زوبيرة. لا فيها خير. إذا نرحب بالسيد سفيان مالوفي مدير وكالة ميديا سيرفي، مرحبا بك. الله يسلمك، صحة رمضانكم صحة فطوركم. الله يسلمك، ميرسي. ونرحب كذلك مروان قروابي. مساء الخير، نرحب بكل المشاهدين، نرحب بأسماء حليمين اللي ولات لنا اليوم، يعني اش بيك أسماء هذاك اش فات؟ نو نذكروا بلي أسماء ما كانتش بنتها مريضة، نقولوا لها أسماء رانا معاك. ربي يشفيها إن شاء الله. أسماء راكي تخصي. زبير. مشاهدينا الكرام، كما العادة وكما عودتكم، عندي البداية وعندي النهاية. اليوم رانا مع لي كروفات كادير جابوني راني بتريكو كولير كروفات انيسا كذلك كروفات وخونا سلطاني قماش ونهيج سلطاني كروفات ديك صغيره اللي ماشي غاليه بزاف تيجي في البوراك كوزي كوزي او خو قمرون خو قمرون قمرون كولير كروفات الحمد لله، يعني خاصنا شويه روز طوماطيس وتولي باي لا خربوا باي مدام سعاد يا فيرمينيتير انا وياك كي كنت تخرج ضيف ضاعه بالخضره اوبورتونيتي جاب لك نحا هذاك ومعنا مدير مؤسسه ايطو وجاينا كيرا نقول لكم صحة فطوركم مرحبا بكم. عندك لينيرجي لليوم صح؟ هاني ولينيرجي اليوم غادي نطلع فوق الطابله. محمد سلطاني قريب نسيت اسمك بعيد الشر. معليش ما فيها تنسيك يبدل القماش تنسيك يبدل يبدل ما فيها والو بلا زعاف وبالقلب الصافي كما يقولوا. على سلامتك سي كادير، مالغري كو راني بديت بيك نورمالمون نبدا بالسيده سعاد. الله يسلمك اللي مقبل في لي لوج. الله يسلمك اخويا كادير، مقبل في لي لوج قلت لها توحشناك. مازالكم تخلوا في لي لوج وحده مع بعض يا سلطان؟ يعني بزاف كي شفناك. الله يسلمك، ربي يعيشك. الله يسلمك، سورتو كي شفناك هذا العام هذه في سما عندنا في الجزائريه في القصبه، يعني عندنا زوج مرات مروان لو غران روتور ابري جدو حسن يا ابري كريمو فاسيتو فيسبوك ها فاسيتو اقدح نحيتو خفت يزيد يهدر افطر بالهريسه البارح جدو حسن. سي سفيان على سلامتك، راك شغل النتائج تاع الامتحانات اليوم يا محمد. انا هكذا ندير انا غير مونطي الوضر خلاص هذا زبير ولا تابلت ديالو. وزبير اليوم الاخضر عند نورمالمون عندي امانه عنده. أنيسة أنيسة اليوم خرجت من الأوتيل قلت نتمشى كالسكرية شوية، رحت فارماسي باش كاشي تاع راس، تلاقيت بوحدة قول لهم شكون شحال في عمرها الوحدة تلوم تلوم فيا ما نقولهمش هذه الوحدة شحال في عمرها تلوم فيا وقالت لي نحبو نبغي نموت عليه وباكا ما تهبل فيه. قلت لها مليحة مدام صافي بليزير، قالت لي لا لا قالت لي بزاف عليه راك طايح عليه وانا نبغي ونبغي نسمع المواضيع تاعو نبغي نسمع انت بلغت الرساله بلغت نستعرف وعدتها وقتها بلي غادي نطلب منها السماح في اللايف. سي سلطاني ماكش راح تطلب ها ما تبهدلناش. سي سلطاني انت حقار تاع العمال هذه هي هذه هي خلاص تلقاو مزيقه المدام هو في الحقيقه عجوزه كبيره يعني انا تسمع كي تعرف
واخا نقول لي ما تديش الفلون. لا لا خفي دارهم يقولوا له ما تجيش على ديك ليميسيون اللي تعجب انت. اذا نبداو بخبر حزين، نترحم على الممثل ياسين بن جملين اللي غادرنا، يعني الساحه الفنيه يعني فقدت فنان، ربي يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم داويها الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون. فوالا سي با ايفيدون في رمضان فقدوا قامه، كان ممثل محبوب و سورتو كو مولفين نشوفوها بزاف في رمضان. صح قبلنا على انا هذا الممثل هذا الله يرحمه على كل حال، اول ظهور له في التلفزيون يعني كان معايا، كان لعب امتغال مع رويشد الله يرحمه على كل حال. وي الى يو لا شونس دو جوي امتغال معايا مع رويشد الله يرحمه، ودرت معاها فيلم في كندا في مونريال. وانا عندها سي ان ساج، سي ان تيب بلان دو بون سونس الله يرحمه على كل حال. كان في الكوما في لوبيتال تاع فرانس فانون بالوليده، ربي يرحمه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخلف علينا كذلك، يعني يساوي الجزائر ولاده كما يقولوا ان شاء الله. وكما يقولوا يرحموا عليه ان شاء الله، ربي يصبر اهله ويصبر كل الجزائريين اللي عرفوه واللي ما يعرفوش كذلك ان شاء الله يا رب. اذا نزيدو نتكلموا على الفنان هواري طبعا عوينات. هواري عوينات كذلك اللي اليوم زاروا وزير وزير شؤون دينيه، ان شاء الله يزور وزير شؤون دينيه. هو وزير ثقافه على زار وزير ثقافه و تاع لندن نعم راحوا راحوا الشيخ، وحتى سي بن تركي كذلك زاروا. ان شاء الله ربي يشفيه وربي يخف عليه ويخف على العائله تاعو كذلك. بون هو عوينات نوزا ماركي في التسعينات دون زان مومون تري تري ديفيسيل، العشريه السوداء اللي تخبطوا فيها، بصح كانوا فنانين هكذا اللي ينشطوا كثير، وخاصه انه جا دون زان مومون وين شعيب الخديم كان اختفى شويه هكذا. وراني نحب نقول اون بريزونس دو خويا تفضل زبير انه لوراني راهي خصنا هاد دونك يلا بزاف 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 قشطوا على درعيكم وتكلوا على مقشطين مساكين ما كاش لا شونس حبيبي يجي ان شاء الله يجي مازال. وقلنا انه الاعلام عنده دور، عنده دور حبيبي ماشي غير في وهرنا، كاع في الجزائر وين تروح غليزان زموره تنخلع صافي شاكين. انا قلت الغرب الجزائري، الغرب الجزائري راهي مدرسه تاع الفن والتمثيل حتى في مجال يعني في مجال المسرح. انا كممثله مسرح ايضا درت جولات، درت جولات وندير جولات بالمسرحيه حتى يعني انا نشفى مسرح وهراني يعني كنت نروح يعني المسرح الغرب بصفه عامه كاكي و يعني كان ناشط اكثر من مسرح العاصمه يعني نقولوها وي يافي بوكو دو يافي بوكو دو ترافاي بوكو دو وي كانت ثقافه كبيره وكانوا يعني اجيال صاعدين وكنا نشوفوهم ونتمتعوا بهم. لكن كما قال الاخ انا نشوفه باللي يعني في كل ماشي غير في وهران ولا في الشرق ولا في الغرب، انا نشوفه المجال المسرحي لا وراه مسرح لا انا نشوف المجال المسرحي يحبط وراه مسرح برج ملايين مسرحان سلطينة بالعباس بالعباس ولا دواق شويه في الاونه الاخيره في الاونه الاخيره. وهذا يرجع وانا نقولها يعني يرجع للتشجيعات بعض بعض المسؤولين ما نذكرش يعني شكون هاد المسؤولين، كاين مسؤولين في الوزاره اللي راهم يشجعوا في هذا المسرح يعني المسرح اليوم بعد فقدان الجمهور المسرحي بعد هذا العشريه السوداء. طبعا لا جينيراسيون تاعنا ما كناش نقولوا نروحوا نشوفوا مسرحيه، ولكن لونسيان جينيراسيون انيسا لونسيان جينيراسيون وي يروحوا بيان طبيعيين بيان وما ننساش باللي ايضا كاين انا نقولها ونعاودها لحد الساعه راني نخدم في المسرح الوطني. سعاد سبكي معروفه والله العظيم هذه الشيء نورمالمون ما نقولوش لكن كي جات لوكازيون نقولها. فقدان النصوص فقدان المخرجين فقدان المسرح لا المخرجين كاينين لا والله ما كان لا 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 انا نتكلم عن المسرح الوطني انا راني في سعاد سبكي السبب ما يعطوش لا شانس لي جون ها شنو نقول لك كاينين اون ا دي جون On a des jeunes capacités formidables pour l'écriture. C'est toujours les mêmes têtes, les mêmes postes et les. حكاية وحدة قال هذاك حكم بوس والله ما يخرج منه حتى يرفدوه في الكفن. أروح يا عم احنا الوهران شوف التياتر تاعنا. واحد تقي هو ماشينيس وكوليجيان هو كلش
بصح راه كاين لي جون. مو جي فيو دي تيكس دو جون، دي تيكس فورميدابل دو تياتر، مي اون لور دون با لا شونس. وكنا نقولوا ان الجزائر تفقد شكون اللي يعرف المواهب ويرفدهم هكذا. اكزاكتومون اكزاكتومون، الموهبه ما تقوليش ما تقوليش باسكو ما قراش ما عندوش موهبه، نو جربوا، بالك ما قراش عنده موهبه. صح انا ما قريتش مسرح، ما قريتش تلفزيون، ما قريتش سينما، لكن كانت عندي الموهبه وخدمت مع لي زونسيا علموني. هذه هي، وقريت كنت نقرا وحدي في الدار. ما قريتش في المدرسه بصح كانت عندي موهبه. واحد يكون عصامي ويتعلم لي جون، ميم ان جون ما قراش اعطي له فرصه، قريه، اعطي له اون شونس. تكلمنا مع مروان وزبير انهم كيحتكوا مع لي زونسيان تاع التمثيل يتعلموا ويرفدوا منهم. اكزاكتومون، حنا نو نغلقوا البيبان على لي جون. كاين لي جون يقول لك على شي حراق على شي حراق. فوالا اكزاكتومون اكزاكتومون. من جملتهم في وهران مدام سمحي لي كلامك هو كبير، كاين ولا يعرفه كاين يوسف قواسمي. وي شكونك؟ اكسيلون يوسف قواسمي. يا بدري يا بدري طلع ان سبيكتاكل للتياتر تاعنا الريجونال تاع وهران. وي طلع لهم سبيكتاكل شباب باش يبريزوه. اش داروا له؟ ما كانش لا تورني، لعب لا جينيرال. وي وي وكالا واحد سي تيليغراف. سي تيليغراف يوسف قواسمي لا ميم شوز، طلع لهم سبيكتاكل باش يبريزوه، ما داروش لا تورني. اش داروا؟ كالا واحد باش ما يعاودش يطلع. علاش؟ خاطر كاين ناس، كاين ناس ديرونجيهم كيف هذا جان عنده ربي عطاه قاعد العقل. الوغ كو انيسا رانا نتكلموا اليوم في الجزائر، ندخلوا شويه في بوليتيك وكذا، رانا نتكلموا على التقشف. سما الدوله ما عندهاش دراهم انيسا، يفو تقشفوا ما فنيه. كيف لا لا كيف كيفاش تقشف؟ ما عندناش الفريكات اللي كانوا عندنا كلينا. لا حبيبي ما لا لا ما لا لا صبرني صبرني ما تقلقش سي زبير. عندنا اربعه ضرورة مخبيين في امريكان. حبيت نقول بانه لازم كادر يخدم، لازم سعاد تخدم، لازم انا نخدم، زبير يخدم. يا بصح يا بصح نعطيك مثال سلطان، كمل كمل يا خونا. دوك نحن دوك نسقي العجوزه صح، ارى التليفون تاعها والله. دونك فوالا ستادير باش الخزينه العموميه تدخل دراهم. اكزاكتومون لازم هاد الناس هادو يخدموا. تتفي اونتر اوتر يعني، ما لانه كادر يدخل دراهم. سوني ايكونومي اقتصاد. صح نعطيك مثال، نعطيك مثال. سعاد تدخل دراهم، انت تدخل دراهم خويا. نعطيك مثال علاش لي سبيكتاكل تاع التياتر بورتون. انا نعطيك باغ اكزومبل يوسف قواسمي طلع عن سبيكتاكل مع دي جان بالجورنان. سبيكتاكل ملي يبدا بالجورنان حتى يكمل ما عندهمش ديكور بالجورنان، وي ما يروحوا يدوا لي بري. علاش هاد الجان كي جابوه للتياتر بريزاوه؟ علاش لي سبيكتاكل تاع التياتر بورتون تاع الدوله؟ علاش تاع الدولة؟ خليني نكمل لك. علاش تاع الدولة الشعب ما يدخلوش؟ علاش تاع البريفي الشعب يدخلوا بالدراهم؟ أعطيني. شوف زبير، استاذ هذا السيد كابابل يدخل لك دراهم، ما لا خليه يخدم. شوف زبير زبير الحديث قياس. بعدين يروحوا البرامج تاع العرب والاخر يكتشفوا المواهب تاعهم. زبير واحد من زبير زبير الحديث قياس، اسمعني مليح. شوف كاين كل حاجة نقدروا نخبيوها إلا الحقيقة. الا الحقيقه التاريخ تخبيها تخبيها ومن بعد تعاود تظهر. نفس الشيء لي كومبيتونس. ما تقوليش تقشف، مانيش انا تقشف ماشي على لي جان. يا زبير تقشف نورمالمون كاع عليهم. يا زبير علاش مازال صاير يهضر على السياسه الدوله؟ زبير انا راني نقول بانه يفترض انه الان كي رانا في التقشف كيما كاش دراهم لازم هاد الناس هذا يخدموا. كبديل كبديل كبديل. كنا قلنا بلي الفنانين سعاد وكادر جابوني تشاطروني في رأي نورمالمون انتوما عندكم دي فونداسيون، عندكم جمعيات اللي انتوما تعاونوا المجتمع ديالنا. هذه هي اللي حب سلطان يتكلمنا عليها في حصه سابقه، انه الفنان هو اللي يولي يعاون لانه هو يكون لاباس به وعنده دي فونداسيون ويساعد المجتمع. باش يساعد لازم الدوله تساعده، لازم يكون عنده دخل، يكون عنده دخل. لازم هذه قلناها أنيسة ورانا نعاودوها وما زلنا نعاودوها حتى الوزير يقولها. يا ناس اللي عندكم دراهم اللي حابين تنفيستي وحابين تربحوا دراهم، الاستثمار يكون الاستثمار في الفن كذلك. الثقافة كاين الاستثمار في الفن. يدخل الفن يدخل دراهم بيان سور، يدخل دراهم. هذا ما نتمناه. اليترونجي شوفي اليوم وقتاش ديكوفرينا احنا لي زالجيريان تركيا، سمحوا لي ديكوفريناها بالكابا بلي فيلم تاع تركيا بالكابا. بدات بالكابا شوالا شوالا من بعد ولينا ديكوفريناها ملي في ثقافتها. وين تروح انت كادر؟ لتركيا. نروح لايطاليا، نروح لازمير، نروح دونك شكون اللي يجيب دراهم؟ هي الثقافه،
هي الفن، السينما، الفيلم، المسرح، الاستثمار السلطاني يجب ان يكون في الفن واستثمار تاع الجزائريه. وان هذا رمضان كان من خلال مسلسل درامي الخاوه اللي الجينيريك ديالو بصوت الرائع كادير جابوني. كادير نطرح لك سؤال ربما ما نطرحوش عليك، هل مسلسل درامي الخاوه راه كلاسي يعني في المرتبه الاولى من خلال الدراما الجزائريه؟ ما تشوفش انه صوتك كي كان في الجينيريك ساعد هذا المسلسل بكل صراحه باش يكون في الصداره؟ والله بطبيعه الحال انا ما نقولكش انه صوتي، انا اولا قبل ما يمدوا لي قبل ما درت الاغنيه كاع وقريت السيناريو وكان تعامل، لانه حسيت بروحي انا راني واحد من الفنانين اللي راح باسكو نجح الاغنيه ولا نجح جينيريك ولا نجح السيناريو، حسيت بروحي راني واحد منهم. دوك اليوم النجاح هذا راني نشوف فيه نجاح تاعنا كاع، نجاح تاعنا كاع، خاطرش بالك انا كنت كما انا كما الممثل كنا مطالعين كيف كيف على السيناريو على بالنا الاحداث اللي صارت فيها باش نقدروا نكتبوا الكلمات تاع السيناريو ونقدروا نروحوا باسكو كاين 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 هنا في المسلسل الناس اللي تشوف بالك الناس اللي تشوف فيه ماشي كما انا كنت نشوف فيه. انا باسكو المسلسل قسمته دي كوبلي، لي كوبلي تاعي وين الكوبلي الاولاني علي من يهضر، الدوزيام علي من يهضر، الثروازيام باش نختم بها على حسب الاحداث اللي كانت اللي كنت نقراها في السيناريو. هما اتصلوا بك قالوا لك تصلوا بيا تصلوا وانا قالوا لي صدرت الكلمات على حساب انيسا. انيسا سي سكي امبورتون الكلمات. الكلمات 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 سما كادر ولدهم. لا لا الكلمات اني كنت انا متعاون مع كاتب الكلمات اللي نتعامل معاه مش موالف نتعامل معاه في لي زالبوم تاعي. اليوم جانا بروجي واحد اخر العمل الجديد بالك انا قلت بالك فلا بين مرفوع باسكو جينيريك ماهوش كيما الاغنيه، ما راكش راح تغني اغنيه اللي تكون كوميرسيال ولا حاجه، تخمم تقيد بالنص والجينيريك والجينيريك كان متقيد بالنص. انا قدرت انا سيد احمد الطهاري اللي باش نتبعوا الاحداث ولينا نقراو في النص ونروحوا شربتوه يعني شربناه بها. لقيتوا مع رياليزاتور قصرتوا معاه ولا انا ما نكذبش عليك الفكره نتاع حكيه زمان لما كنت كبير حكيه زمان كنت انا شفت واحد الفيلم في 1986 بطوله عبد الله غيت و دوار يا زمن دوار يا زمن في 86 كنت صغير مازال قاعد لي عندي هذا قاعد لي لو تيدر شباب دوار يا زمن يا زمن دوار. قلت عليه ما نديرهاش باسكو هذه حكايه زمان كما كان يقول خويا كل حاجه تقدر تغطيها تجي النهار غير الحقيقه اللي تقدر دوك الزمان راح يحكي عليها. زمان بالك كان حوايج هادو كان حوايج اللي كانوا مخبيين بالك كانوا ما بانوش مع الحلقه الاولى والحلقه الثانيه راح نكتشفوهم على الاخر شكون يحكيهم ما يحكيهمش ماشي هما يديكلاريو بها راه الزمان راح يحكي. اليوم الزمان بين باللي هذاك مصطفاوي كانت عنده بنت وحده اخرى زمان باللي فاهم الزمان يهضر دوك جاني لو تيتر تاع حكايه زمان وسيد احمد الطهاري راح زاد سقمها ويعطيها لو كان ما اقتنعتش لو كان ما اقتنعتش بالسيناريو اكيد مانيش راح ندير ما تخدموش ما نقدرش نخدمه باسكو ما حسيتوش ريسبونسابيليتي ما حسيتوش ما حسيتوش انا ملي بديت نخدم نغني اغنيه نحس بها باسكو نحبها لازم انا تعجبني في دي فوا في ستيديو نقول انا هذه الاغنيه ولا ما شطحتنيش انا ما تشطحش الناس كي نروحوا في حاجه كوميرسيال والسوجي هذا الا ما حسيت به انا ما يحسش به الناس. لو كان قادر سامحني على بالك باللي احنا كمشاهدين احنا ما نعرفوش هذه الامور هذه اللي تحكي عليها والمشاهد ما يعرفهاش. احنا كمشاهدين نشوف كي نسمعوا لو جينيريك ونسمعوا الكلمات تاعك والاداء نحسوا باللي انت شعرت وعشت المسلسل وحس بالكلمات. بيان سور حسيت بالكلمات وعشنا المسلسل. نقول لك السيناريو قريناها عدنا الى بليزير فوا هنا نقراو السيناريو ولما الموسيقى التصويريه هي خطا الثاني نهار اللي تلاقيت فيك في الطياره كنا نقصروا كنت مازال راني غير كانت خدمه تاع 3 موا وانا نوجدوا في الاغنيه. وحنا كاين فرق بين الموسيقى التصويريه ولا كش دير اغنيه في جينيريك واغنيه اللي راح ديرها كادير يعرفوه في اللون يعرفوه في ستيل. دوك انا داخل في بروجي واش الناس راح تحبني في هذا الدراما اسكو نقدر نلحق الميساج باسكو ديجا العنوان كبير الخاوه حاجه واسمها الخاوه راهي عندنا حاجه عظيمه حاجه عظيمه. دوك الخاوه كيفاش تلحق شنو الحوايج الحاجه اللي خلات الخاوه يتفرقوا في هذا الزمان
وشكون يحكيها يحكيها الزمان. شو وقت انا نظن اسمحوا لي نظن بوغ ريوسير ان فيلم ولا ان فيتون ولا نيمبورت كوا لو جينيريك لي تري امبورطون سي تري امبورطون. سواء خاطريني في الراي انه في المسلسل تاع الخاوه صدق ماشي هو موعد مع المشاهدين هم يوصلوا في الوقت صدق ما الجينيريك لازم يكون افون تيليفزيون باش نسمعوا كادير باش تسمعي فوالا دو زونا فوالا كاين كاين بزاف اغاني اللي نجحوا هما ميلي الحلميه كي نسمعوا راه في الهجان كي نسمعوا راه في الهجان الموسيقى تاع راه في الهجان تقعد في راسي انا كي تسمع ليلي الحلميه تقعد في راسك كاين حوايج كاين اغنى اللي تقعد ميم جينيريك هذه بصح انت تنسى باللي الاغنيه جينيريك كاين اغنى كاين اغنى كيما نتفكروا احنا الاغنيه تاع عاقل الله يرحمه تاع تاع هذا مكتوب في المسلسل تاع المكتوب هذا مكتوب مقدر عليك وعليا هذه الاغنيه اللي ميرسي كادير بور لو لوماج كو فوز افي تاع عاقل الله يرحمه باسكو موجلي سويفي لوماج درنا باسكو هذا هو دور الفنان سيتي توجو على بالك الله يخليك باسكو كانت صافي كاتخون من الذكرى تاعو من اللي مات خممنا احنا دي زارتيست باش نديروا له اوماج حتى احنا البارح تكلمنا على عقل الله يرحمه ابتسام ورضا سيتي ساز اذا كادير جابوني مشاهدينا كي راهم تشوقوا نروحوا نشوفوا مقطع صغير من بين ولا تغنيها لنا سيغ سان نسمعوها الان تفضل معنا الميكروفون فقط
سلم عليه حبيبي. الله يخليك غاية العزيزة. سلطاني شبوس نديروها اون بوكل ونقدروا نحبسوا البرنامج. انا نظن ويا با دو 203. انا قلت دو زونا نيا با دو 203. سلطاني كيت. وكادر جابوني اقول كل تواضع. الله يسلمك الله يحفظك. نشكرك على هذا التواضع. شكرا ربي. فوالا شوفوا هذه. فورميدابل. فورميدابل. مرة قاسني الى وي وي بزاف انا الملك يحس بها اكثر هذه آه آه كل جزائري يحس بها ما كاش جزائري ما يحس بها الى توشي الى توشي كيك شوز سورتو افيك سا فوا الله يسلمك نحن حاسين بهذا لو تيكست وبالك كل واحد فينا يحس به على طريقته انيسه الصوت الله يبارك الله يخليك ربي يعيشك صوت وكلمات حبيبي صوت كلمات الموسيقى كلمات الموسيقى مروان وسيد احمد الله يعطيهم الصحه طفي مروان طبال هو اللي عمر معايا اللي خدمنا لا شونسون علاش قبلها داكور زدنا كملنا في هذا البروجي مروان سنة حنين بزاف وعنده لي جا هو احنا في الموسيقى نشوفوا حنين بزاف جاتني الفكره باش يكون دائما معنا باش الغنيه باسكو كيما غنيتها لا بروميير فوا ودوكا غنيتها ابري افوار في الفيتون اسكو نفس الاحساس ولا كاين ولا الاحساس شوف الاحساس ما يتبدلش باسكو الاحساس هو اللي راح يقعد انا في الغنه ديالي الاحساس دائما يقعد هو نفسه بالك يتبدل بلاصه بالك يتبدل البلاصه وهكذا يكون وقلا واحد يزيد يتعمر يزيد يزيد نهار سمعناها في اللونسمون تاع لاكري دي بروغرام ما كانش عنده نفس التاثير مروان كان حاضر زبير كان حاضر كنت حاضر انا طبيعه الحال المسلسل مازال ما شافش البلاطو حسينا بلي كان اثر شفنا فينا نشوفوا مروان مروان واش حسيت؟ لا لا واش حسيت باسكو سي توشون والكلمات وحنا باك انا هذا الموضوع تاع الخوا عايشه ديجا عشت ديجا لافيغ انا خاطر حنا قروبي شايف خوا بزاف تو يسمى موان في تسمعها وبورتون انا كادر وصاحبي ونقعد معاه وجامي قلت لك جامي هضرنا على هذه الاغنيه جامي مي كي نسمعها سبحان الله يا رب العالمين كادر هذا راهو معنا في البلاطو اذا وصاحبي انا البروبليم شغل ماشي ما في نسمعها منه شغل هذاك بصح كي اليوم ما عندها تاثير اليوم كنت مركز معاها اليوم كنا شفنا المسلسل وانا عايشين في المسلسل رانا نسمعوا اليوم تاثر ولكن الناس اللي راهم في بيوتهم ويسمعوا هكذا جينيريك اكيد يكونوا متاثرين ان شاء الله الميساج يكون يلحق وربي يجمعنا ويخلي دائما الخاوة باش لانه عند المشاكل اللي صراو في الاسره الجزائريه راهي تصرا على الدراهم على اخرتها موت واحد مدى بها اكيد تشوفي احنا كيما رانا نشوفوا في المسلسل او الصوره الواقع اللي رانا نعيشوا فيه كاين اللي ما حضرش الجنازه تاع خوه كاين اللي ما حضرش الوفاه تاع خوه كاين اللي ما قطع صله الرحم قطع صله الرحم على جال زوج دور وتقطع صله الرحم ومن بعد البروبليم ماشي غير فيه هو يدوها للدراري ثاني هذا هو الفن الهادف هذا هو احنا نبدا بنا كلمات واداء وصوت ان شاء الله يكون بالمناسبه نساء مسلسل الخاوه هذا راح نقول واحد الكلام تفضل نظن بانه لو يترجم الى غير اللغه العربيه الى الفرنسيه نعطي مثال بفرنسا لا سوسيتي فرونساز اي ديسلوكي ما كانش حاجة اسمها الخاوة في فرنسا ما كانش حاجة على بالك اللي يحسدونا عليها أنسة بيان سور سلطاني حنايا ما كانش حاجة مسلسل الدراما الخاوة صلحنا بين المجتمع الجزائري مع الدراما الجزائرية وبعد نروحوا للترجمة لا لا أنسة على باله باسكو هو من كلمة الوالدين ما كانش في فرنسا ما كانش كاين حاجة اسمها كنت تبع سلطاني غدوة يبدا يدوز في الهنجر لا مروان صح صح أنا كي نشوف فيلم تركي مترجم للعامية بالجزائرية يا الحبيب ياسر راه رايح يجوز المسلسل درامي في ام بي سي دراما ان شاء الله بعد ام بي سي دراما بعد رمضان ان شاء الله وان شاء الله نشاركوا حتى بشاره المسلسل هذه نشاركوا كاين جوائز مغاربيه اللي تقدم ان شاء الله في العام الجاي كاين جوائز نتاع شارات تاع المسلسل اللي هذا العام داتها اليسا على كاين الحمد لله ان شاء الله تكريم بالك ان شاء الله خاطرش ديجا الاغنيه هذه فكلامها لها لهجه بيضاء للناس يفهموها كاع هي ان شاء الله يعني بيضاء وين مفهومه وهذا شابوني التجربه تاعك ان شاء الله تدي من خلالها ان شاء الله قاعد نجبر بيسرا بروميير فوا نشوفو في الجزائر بلي ميم لو كليب تاع الاغنيه تاعك مصورينو لي كوميديان تاع هذه الحاجه هذه انا في البلاطو فوالا بديتو في البلاطو نهار التورناج ولا نو هذا
مؤخرا ولاو المسلسلات لازم لهم كليب في شارة المسلسل. كاع المسلسلات اليوم في القناه كاع العربيه اللي كاين مسلسل عنده كليب تاعو اللي يخرج قبل باش يكون برومو للمسلسل. وهذه بور لا بروميير فوا هنا في الجزائر مشكورين على مشكورين مروان خاصه دراما اللبنانيه اللي نشوفوهم في كل مره يديروا جينيريك مع المسلسل. جسمي وائل جسار كلهم غناوا هذو مشاركه المسلسل. Très bien. Et forgeant qu'on devient forgeur. Exactement. Voilà. Sofiane, vu que je suis qui m'appelle d'une école classique, l'école andalouse, كنت من جمعية الموسيقية الجزائرية. أنا كادر نفن الراية بيرسونيلمون ما نسمعوش. كادر جابوني بون نسمع به جو فوا سور يوتيوب بيرسونيلمون. مي جو بونس كان كادر جابوني قبل الخاوة هذا وكان كادر جابوني ابخي الخاوة. وهنا عندك اون لورد ريسبونسابيلتي. هذه نصفوا عليها لأنه كادر جابوني صح التجربة زادت في الأداء. سي با ان اكزارسيس فاسيل. بالك كان فرونشمون نطرح لك سؤال نقول لك كي كنت ادي اغنيه كوميرسيال وهذا الاداء ديفيرون باسكو انا ديجا في الجو دو فوا تاعك الجو دو فوا هنايا ومام الاحساس اللي تغني به لازم يكون احساس ما تكون الاحساس اغنيه تاع جينيريك ماهيش الاغنيه لازم تكون عشت جبر بشويه هذه سيتياسيون عشتهم جست عليهم في حياتك مع الخاوه ولا سيغمون عندك حاجه باش تجيبها اوسي جوست انا جو بونس كاين حوايج بزاف يعاونوك عشت فيصل فوالا سي بور سا يقول لك كان شونتور وكان انتربريت لا الى في الانتربريتاسيون اذا سفيان مالوفي تقدر نتكلموا على مسلسل الخاوه قبل ما ندور الى كازبا سيتي مع السيده سعاد سكي. اذا سفيان مالوفي طابلات قلنا شكون جاب سيزيا من الباك عطينا كلش قلنا شكون اللي يجوز غاتخاباج قلنا لي ريزولتا دابور بروميير ستاتيستيك اللي خديتها من عند ديجا سمحت لي سفيان مالوفي اليوم بالضيوف لهم عندي اليوم لودي ما تطلع نتمنى ربي كان تقولوا لي اليوم لودي ما تطلعش هادو هما لي زانغريديون زيد الدموع ولا خور وغنيه ندير ركور ندير ركور سلطاني بكا مع العلم انه سؤال فهمتي وي صافي بي فاميلتي لا فامي فاميلتي بروش كاع مع عائلة هايلة انتوما عائلة حنايا احنا زعما قلنا خلينا حتى يجي يزبد انتو باش تقموا لوديونس فاميلتي وي وبعد نتكلموا عليها ولا فاميلتك فاميلتي كيما تحبي احنا سعاد هاي فاميلتي هيا خلاص تخي بيان انا بنتي عمها فوالا صافي هي كتبرت خويا فوالا تخي بيان انا عم بنتك سمي دابا البوست تاعي انايا عم بنتك تجي في كومي تاعي عم بنتها فوالا هذا البوست ديالي انت ما ندوز لك باسكو نورمالمون اليوم لقينا لك عروسه يا صح صبري هاد العروسه هادي تديها راه صبر ولا ما تزيد لنا عند سيد ما تزيد لنا انا من بعد نقول له مروان في شوف نسبه الزواج تاع شهر مروان لي صاصي اليوم الا ما خيرتش شبونس كو راك رايح وديكم كان لا زواج بالدخل دير النيه برك دير النيه النوي اذا سفيان مالوفي دخلنا في الاسبوع الثالث من رمضان اعطينا الاحصائيات كقناه الجزائريه وان من بعد نتكلموا على البرامج الخاصه بالجزائر الاحصائيه الاولى اللي خديتها من عند كادير سي دابور نسبه 14 مليون فيو للكليب تاعو في انترنت في يوتيوب بابو هذه ثاني نسبقوا لك كادير يعطيك الصحه الله يبارك الله يبارك الله يبارك لك يضرب عين كي تقول الله يبارك المسلسل 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 عن دوك نشوفوا الحوصله انا نضربوا كادير باش نطلعوا في اليوم في الاسبوع الثالث اللي كان يصادف بين يوم 12 13 جوان وبيان سور الاثنين والثلاثاء عملنا الدراسه ميدانيه وجه لوجه في 8 ولايات الحصيله الاوليه اللي نحن المؤشر الاولي اللي نستعملوه هي نسبه التوغل نشوفوا ان نسبه التوغل الجزائريه في نمو وين تقصد بنسبه التوغل نشوفوا في المنحنى نسبه التوغل هما عدد الناس اللي يقولوا لك تفرجنا قناه بدون تبيان عدد الدقائق اللي قضوها لمشاهده القناه انا مجرد بدخل دخل انا نسالك سؤال نقول لك واش من قنوات شفتها البارح عندي الشروق النهار الجزائريه هذيك البورسونتاج نسبه التوغل فهمتي هذه ما تعطيش نسبه مشاهده هذه نسبه التوغل الا مؤشر اول نشوفوا انا الجزائريه جازت من وقيل 15 و 16 في الاسبوع الثاني الى 34 نشوفوا ان عندنا ثلاث قنوات جزائريه ودي انسان يبارك لها ثلاث قنوات الجزائر تستحوذ على المشهد العام للسمع البصري في خلال شهر رمضان الاسبوع الثالث لو كان رمضان فيه دو موان نطلعوا اكثر حتى انا غير نطلع اكيد كان غير رمضان فيه دو موان ما نصوموش العام الجاي الان نمروا الى الصوره الثانيه مع المخرج
الصورة الثانية هنا نشوفوا أن الأسبوع الثالث لو كلاسمون شوية تغير نوعا ما. هناك تراجع لكامل القنوات، ولكن تراجع اللي خلى قناة مثل قناة الجزائرية 1 تحت المرتبة الثانية بعد تراجع قناة النهار تي في اللي خسرت ديجا اللي خسرت 8.2 من 16 حطت 8.6، وهذا راجع نظن أنه غياب كاميرا الخفية في البرايم تايم في النهار. اللي فيها اسقالي لاميري. لا رانا حكمناك الاولى هذيك وبعض الكاميرات الخفيه. لا حكمناك ماشي في النهار. رانا حكمناك في النهار. لا كانت كاميرا كاتشيشتهم تشابهت علي الكاميرات. تراجع نسبه مشاهده القناه. زي مازال شافي على احمد اسماعيل باحمد. الوغ القناه الجزائريه تراجعت ب 0.6، ولكن تراجع النهار هي اللي خلاها تحت المرتبه الثانيه. ونعرفوا انها في الاسبوع الثاني كانت في 10.50. الشروق هي استحوذت على اعلى نسبه مشاهده من 18.50 الاسبوع الاول ل 27.70 الاسبوع الثاني الى 18.60. وهنا نقول غدر نقولوا بلي الشروق هي الاولى متبوعه بالنهار تي في ثم الجزائريه، ولكن في الاسبوع الثالث نعرفوا بالجزائريه راهي في المرتبه الثانيه ويليها اوسيل فينومين سميرة تي في ايضا الطبخة كي في شهر رمضان دائما في الاربع مراتب الاولى في رمضان سورتو لا ترونج دوغ تاعهم من 4 ل شحال هذوك نشوفوها سميرة تي في وعلى 4 تاع العشيه الان نمروا الى المراتب 4 تاع العشيه الصوره الثالثه المخرج من فضلك الصورة الثالثة من فضلك اسماعيل بحمد نشوفوا نبداو بسميرة تي في نعرفوا ان تستحوذ على نسبة المشاهدة الكبيرة في الصبيحة وفي في الزوال بعد الزوال ب 17 و16%. نمروا الى اللولانية القناة الاولى هي شروق تي في اللي تستحوذ على اكبر نسبة المشاهدة في الصبيحة في الاكسس برايم تايم في البرايم تايم والاكسس برايم تايم وبرايم تايم 41% من نسبه المشاهده هي اللي يعني بالثلث برامج نتاعها هي الوعره عاشور العاشر ونستح ثم عندنا الجزائريه اللي مكنها نشوفوا ان الجزائريه عندها في البرايم تايم حققت نسبه مشاهده اعلى وهي ممثله للاسبوع الثاني دونك يعني احنا رانا 28% وفي النايت تايم هي لا سكوند بارتي دو سواري من 10 تاع الليل الى 12 28% اللي يخليها المرتبه الاولى في هذه احنا المرتبه الاولى في الاولى لتحت فوالا بالعشره الاولى من خلال مختلف من خلال برنامجين الفيتون الخوا والجزائريه شو اسمع من 10 ل 12 تاع الليل انا الاولين عاودي انا الاولين استاذ ما فهمتش عاودي يا استاذ انت اللي ما فهمتش والله ما فهمت بين اصبرني شوف كي نحسبوا النسب روح لي غير شوف كي نحسبوا النسب تاع النايت تايم عاود لي هذيك تاع 10 تاع الليل الفوق من 10 تاع الليل الى 12 تاع الليل عندكم 28% من نسبه مشاهده سيتادير وهي الاولى ايوا هذاك التوقيت في هذاك الوقت من خلال مسلسل درامي والجزائري يا شو وهذه نصفقوا عليها فيها اليوم عندنا واحد ساعه تصفيقه ديجا عندنا واحد ما صفقش هاي نعاود زبير علاش زبير يحب خير زبير يحب خير ما هكذا نقولوا له تاع الغرب سقف انا طماع صح رانا الاولين في هذاك الوقت الاولين من خلال مسلسل انا بانت في على جا سلطاني ماشي حقر ما بين العشرة ل 12 والله لا نطلعوا نمروا للصورة الرابعة نعم نروحوا للصورة الرابعة نعم هلا رسم بياني اللي ورينا اللي ورينا لي كورب دونجونس تاع البوناطير ولا الخمس قنوات القلب والجزائريه هي بالمنحنى باللغه باللون الاحمر ونشوفوا ان استحواذ من 10 تعليل الى اكثر من 12 تعليل استحواذ الجزائريه على اكبر نسبه مشاهده والرسم بياني يبين بالازرق هو تاع شروق تي في ونشوفها للمنحنى تاعها المنحنى اللي يطلع في وقت الدروه هي البرايم تايم وعندنا الرسم البياني هذاك المتقطع تاع سميرة تي في ونشوفها اللي ليدر سور لا ماتينال اي سور لا بريميدي اذا يعني الحمد لله الجزائريه وان رانا في المرتبه الثانيه في الاسبوع الثالث من شهر رمضان الفضيل وبين ال 10 تاع الليل و 12 تاع الليل رانا احنا الاولين والان نجوز نمروا الى البرامج هضرنا على الحصه الله يرضى عليك درت لي سوسبنس الو البرامج عندنا لازم نعرفوا ان في البرامج كاين وقت البرمجه دونك لا ديفيزيون تاعهم وكاين لي غوديفيزيون لا بروميير و لا دوزيام نعرفوا ان نبداو بالخاوه الخاوه يمر على 12 على 10 تاع الليل اوكي ويعاود يتبرمج على الوحده تاع الصباح وغد من ذاك على الخمسه الوغ لا بروميير ديفيزيون تاعو استحوذ على 50% دو بار دو مارشي
اللي في هذا في يوم 12 جوان يعادل 12,727,000. الاعاده تاعو على الوحده تاع الصباح غد من ذاك دار 504,758، وعلى الخمسه تاع العشيه 1,900,000 تي سبيكتاتور. دونك يفو فير لاديسيون بين ثلاثه باش نعرفوا الخوارة ويدور اوتور دو 14,000,000 تي سبيكتاتور اون موين. المشاهدين راهم اوفياء لهذا المسلسل. ويوم 13 الحمد لله. الجزائر يا شو ايضا كو سوسوا في لا ديفيزيون تاعها ابارتي 23h25 ولا ريديفيزيون تاعها غد من ذاك 11 تاع الصباح 11 ونص ابوبخي، باسكو ميم هنا الناس اللي يشكوا ام تي بو بال 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 بالمؤشرات وباللي ستاتيستيك اللي ناخذوهم من الميدان، نعطيو ميم التوقيت بصفه دقيقه، وهذا التوقيت ما خرجناش من الخيال، ولكن توقيت يوم تاع 18 جوان و 13 جوان. في 12 جوان باغ اكزومبل الجزائريه شوف لا ريديفيزيون ا 11h30 دارت 1,000,000 تي سبيكتاتور، في الليل 23h25 دارت 2,700,000، هذه يوم 12 جوان. يوم 13 جوان الجزائريه شو على 11 تاع الصباح دارت 1,000,000، اي 23h 1,500,000. وعلاش التباين في الديفيزيون اون سواري؟ بيان سور كيما قلت لك، بيان سور سي لانفيتي، سي التوقيت. وقلت لكم كاين مشكل تاع استراتيجيه في التوقيت وتاكتي في التوقيت، لازم الجزائريه شو تكون برنامجيه للخبر. كورونا مازالهم يديروا دوكا يديروها مور خبر. كاين توجور سيت كوم اونتخ لي دو، ولكن هذاك سيت كوم كيفاش؟ ولكن سيت امبورتون لازم نحفروا له، لازم نعيطوا ديروا ريبريك معنا، جيب البوكلا جيب البوكلا نعيطوا للمدير. بصح معليش انا الحمد لله، سا بو ات فري سا بو ات فوس. لا لا بصح انا الحمد لله، حنا نقولوا التحليل الاولي، عندنا نسبه مشاهده من خلال برنامج التولك شو ديالنا الجزائريه شو. تخي بيان بوان تولك شو، سافا بوان تولك شو. نعرفوا ان التولك شو المنافس في القنوات العامه هي ا 3 اللي نشطوا الاخريان. السلام عليكم الاخريان، هو اللي ان تي بو لوان بارابور ا سا، ميم صمت الابرياء لي الناس لي ان تي بو يزون رومي ان كوز لي ريزولتا لي دارتهم ميديان سيرفي، وين يقولوا انا وكاله اخرى منافسه قال بلي صمر الابرياء اللي تعدى نسبه المشاهده للخوا. انا نقول لهم احسن دليل هو اليوتيوب، ونعرفوا نشوفوا التباين تاع النمبر دو فيو تاع الخوا ونمبر دو فيو تاع الكونكورون ديالك زعما راهم ايه اللي قالها كان صايم. كاين سلطه ما تكذب يوتيوبيه صح. سفيان ملوفي حتى انت كي جبنا الاحصائيات ماكش تقولنا باللي احنا رانا لي بروميي، بيان سور نشوفوا خرجتوا امريكا باش نكونوا توتافي باش نكونوا من الاوائل. هذه انعدام الثقافه المستوى المعرفي والثقافي، الناس الكريتيك سون سافوار نشوفوا مالوغوزمون، لانه في كل مره جبنا كاين قنوات داتها لنا في المرتبه الاولى والثانيه وحنا كنا ثالثه بصح كنا مجهود. وديما انيسه نقولوا نعاودوا ونزيدوا نعاودوا، اللي ربحنا احنا واللي فوتنا زياده في راس لنا وبصحه ولهنا لينا ونعرفوا الجزائريه بلي هذا العام نقدروا نقولوا غير بارابور لي كونكورون سي نوفيل شان سي با لا ميم جزائريه بوغ اون شان عامها الاول، نقدروا نقولوا عامها الاول باسكو كلش بدل كلش بدل عامها الاول تبارا ديفيزيون تاعها سي اكسيلون بوغ ريزولتا. لازم نعرف ان الجزائريه عندها باش ما نقولوش كما قال ديزاد جوكر سي ولات شغل قلب اللوز، مي الجزائريه غيرمون على اون تراديسيون في رمضان منذ 2012 الى يومنا هذا، تحتل دائما المراتب اربعه او خمسه الاولى. دونك سي با كيك شوز دو نوفو، مي انا تفاجاتني ردود الافعال في انترنت بعد شاك فوا الاطلالات اللي نديرها معاكم هنا بجزائريه شو، ردود الافعال السلبيه لبعض الصفحات فيسبوك وبعض سفيان مالوفي تشاطرني في رايي انه حتى ولو ما نتكلموش في البلاطو تاعنا كي نشوفوا ناس برا يتكلموا لنا على مسلسل الخاوه اللي يقول لك حبينا حبينا كادير جابوني في الاغنيه تاع المسلسل. مروان انتم كل واحد فيكم والله يتكلموا له على الجزائريه شو زوبيكي راح الوهرن جيت ياك حماسي اكثر كي كنت لهنا في العاصمه السلطاني نفس الشيء، وحنايا في كل مره يبعثوا لنا المسفوف باش نتسحروا. يعني المسفوف راه دليل، المسفوف راه دليل، ولازم يعرفوا الناس ان احنا الا كيش نقولوا ان كوروا بين المشاهد والاحصائيات. احنا كيما المحضر القضائي، اي محضر القضائي اللي كل دراسه تاعنا تعتمد على الديكلاراتيف واش يقولوا لك الناس واش شافوا. ناخذوا العينه هذا وتخرجوا. انت تهدرت على توسكي كريتيك ولي ريزو سوسيو ايتو، لازم تعرف بلي كاين ناس استاذ دكتور الله يبارك ماشي باش نشكرك ولا راك تخدم خدمتك ما شاء الله تو الموند فو كوني ايتو، يا دي جون كي فول فير دي كريتيك غراتويتمون يقدر يكون كونكورون كيما باك شايف. انا كاين دي جون زعما بالك ميم تي سؤاد بالك سور انترنت يكتب ويقول لك انا مي شوف انا شوف انا جوج خدمتي اكادير راني غلط الخدمه جوجيها
كي تكون برا مع الشعب. وي انا كي نكون برا نمشي والله هذاك هو الدليل. كيجي لك ولد بارك الله يجي لك ان اونفو بالك دو 4 اون يعيط لك بيبيش وحافظ سكاتش تاعك خويا انا ما نحوس على نسبه المشاهده ما نحوس على والو ولا تروح سبيطار يا اخي والله العظيم سي تخوك كو جام لو بلوس سي كي تروح سبيطار سبيطار يقولوا لك بلي كاين مريض يحبك تطلع له يبدا يضحك ويما تخزر فيك وتضحك شوف صاحبي تماك مش قال حوس ما جايش تخدم معايا كاع نحوس كاع الاحصائيات اون با با ساغيت على لي كومونتير سورتو باسكو نو يا دي جون يا دي جون مخدومين لهذا الشيء مخدومين والله العظيم يا غيزو وغير كيما لاهي لاهي غير كيما والله يا انيسه كان واحد الانسان عرفوه كانوا يكريتيكي هو سان كوميديا معنا بالعقل ما تلافاش تخدم ما تمسخ كوميديا كو شكوني والله العظيم بدا لقيت واحد الكومبلو سي اون باجيتو مي سي دي جون هذاك السيد ما دار لهم والو مي محرشين سما يفو با فهمتي لا لا نحبسوا على هذا علاش الانسان يتكلم على الامور لان هذه الامور اللي تخلي الناس ما تبدعش الناس ما انيفولي با ضعيف شخصيه ونشوفوا بوكو دو شونتور ولا دو كوميديا او ايتي فيكتيم دو لا كريتيك فيكتيم دو لا كريتيك كل واحد في الفئه ديالو مروان ولا. في التمثيل وزبير حنا كصحفيين انتم كوكيل لان مع ظهور لهذيك شبكه التواصل الاجتماعي ان سو با ميتريزابل معليش مي نون كوني لوتور مي نون كوني كلمه بيان شوز انا كو جو نو كومبرون با C'est pas les gens de dehors qui vous critiquent. C'est toujours les gens qui vous connaissent. Surtout à Donna, à Donna. C'est le coin de la salle. C'est le coin de la salle. C'est le coin de la يا صاحبي راي زعما نقولوا انا قدمت عمل واللي نجهد باش ندير هذاك العمل يجوا عباد وشنو ما يقدموا ما يديروا والو قاعدين لا لا قاعد عيان يهبوا قول كلشي يهبوا انا كاع قاعدين اوه الحمد لله الحمد لله واحد ما يخدم هاك شايف احنا في هاد الدائره كاين دي فوا تسمعنا تسمع غنى تسمع اغنيه سيد مازال ما سمعهاش قلعت ديريكت قلعت زين كمل الاغنيه الاغنيه فيها غير 4 دقائق ولا 3 دقائق صبر 3 دقائق ومن بعد مازال ما انطقتش مازال ما كملت يا ربي واحد المزيك ونطرونسيك قالوها عليك وصح زعفت فاش في لي كريتيك هكذا لي كريتيك بصح هذيك الهدامه اللي صح زعفت حنا نقولوا انه الفنان يبا با ساتاردي على هذوك بصح كاين امور اللي توجع كاين حوايج اللي يهضروا يهضر لك في حاجه ما انت ما انت ما انت ما على بالكش اللي صرات لك هو هو على بالك بصح كي تجي تحوس كي تجي تحوس لا لا دي فوا بالك كيما ما تقدرش تميتريزي الانترنت دوكا الحاجه اللي ما تقدرش تميتريزي امينيم كي خرج امينيم في الانجليز كان باسكو الانترنت كي تدخل للدوله راح تقلب الموازين راح تقلب في اي دوله حنا هذا وين دخل الحمد لله دخلت لنا الانترنت هذا العون كاين بزاف حوايج اللي ما كناش نقدروا نصوروهم ولا يخرجوا في الانترنت الحمد لله كاين دوكا حنا في الجزائر مازال ما لحقوناش نتاع باش دير فيديو فضيحه لكاش فنان وتحطه خاطرش كاين عادات وكاين عرف وكاين تقاليد الحمد لله في الجزائر هذه ما عندناش مين كي تخرج منا ولا منا تخرج في الدول تلقاهم ميم يكون فيديو نتاع فضيحه تاع فنان يديروه صح 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 ولكن سامحني شوف لي ميفي دو لا تكنولوجي البارح في الولايات المتحده الامريكيه زوج شباب واحد وحده هكذا بعث لها قال لها جبي مسويسيدي قالت له بون سويسيدي تحاول هنا بان القاضي حكم عليها ب 15 سنه سجن حبيبي اجل قالت له الله يسهل ايه بيان سور ستادير اون اسيستونت اون بيرسون نعم شو بيدي الله هي سويسيدا سويسيدا واش حبيت نقول لك المغزى زبير المغزى هو انه كما قال كادر اليوم حنا لا تكنولوجيا هذه جاتنا جديده هاد فاوروزمو عندنا ثوابت عندنا ضوابط في المجتمع الى اخره ولكن نظن بانه مع الوقت راح تولي نورمال هذه الحاجات طبعا تولي عادي هذه الحاجه تشوفها وتقدر تقبلها هذو هما سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي ولكن حنا نقولوا ما من كاين لك واحد الفيديو وقتها تاعي واش داروا فضيحه مروان قلوبي يرقص في عرس ولا غنقولها لك في يوتيوب في موني فيها زعما فضيحه يعني نشطح حتى واحد الفنان تقعد زعما هكذا حياتك كاع لا باسكو هذا تجي لواحد الوقت حتى بكري بالك فنان يخرجوا له فيديو يشطح هكذا شغل حاجه كبيره ولو تيتخ هذاك صادم وهذاك لو تيتخ اللي يديروا في الفيديو باه باش تيري وباه ومن بعد كي دوك انيسه انت دوك تغلطي في كلمه هكا زعما تي تاكل شي عقل بلوز فضيحه تشوفوا سنان انيسه تكذبوا فهمتي علاش مروان نقول لك علاش لانه احنا الصحافه تاعنا بون هي بارتو دون لو موند الصحافه يقول لك غير الصحافه تاعنا لي باباغازي تاع الخارج هي سون اوسي دونجورو كي تاعنا صح انيسه يفو با
ستادير فو با نطيحو دون لابو يعني اون ابوز ستادير نتايا درك يعني القاعده هذيك اللي يقول لك كلب بنادم عض كلب وهذا هذا هو الخبر اللي تكتبه ما تكتبش الخبر لما كلب يعض بنادم اي فو با بيزي لازم سلطان انا نهضروا على السلبيات ولكن المؤشر تاعنا انه ان جروب جاو يشوفونا اليوم في البرنامج تاعنا ان مروان نروحو نجيبو زوج نروحو نجيبو زوج ايه نقولوا الكنزه بشير جيت تقدم معنا ساك زوج هاي اللي يحشم وراه حشمو حشمو على بالهم شكون اللي يجوز معنا حشمو حشمو عاوني ريبيتي وتجوزها وبحلمو عاوني معنا عطونا زوج من لو جروب لا وحضر معنا اليوم سلفوا لنا زوج سينو نجيبو كادر صغير زيدنا الزوجه يا رحيم ومن بعد ندورو كادر صغيره واحد تفضلي جوزي جوزي تقدري تعفسي سيد واحدة منها واحدة منها واحدة منها واحدة منها واش راكم؟ صغيرة بلوند برون واش راكم؟ عطونا برك الميكروفون إذا منين جيتينا؟ De France. ما فتبعينا Ça fait longtemps. Depuis que vous avez commencé, j'ai découvert Sachet, ma copine, quand j'étais venue à Alger. Et depuis, de temps en temps, quand je suis en France, je regarde. Eh ben voilà. Voilà. Tu aimes Kalbalouz? Non, t'es pas fan, merci. Kenza. Eh ben, on a un fan, Kenza, de France, qui nous suit. صح انا شكرا لديريا ديريا اللي دير البروموسيون جابلها اللي تغمس اي تري بيان اذا كنت تتبعينا وي بيان سور سي avec toute la famille on regarde ça le soir c'est super c'est vraiment cool j'aime bien en plus ça c'est pas comme les autres émissions c'est plus il y a plus de fun بلادي بتبلادي بصح دوري غير شويه باش الكاميرا تشوفك باش كاين الشعب غادي يشوفك يوما ما تحرميش البيبليك من المزين هذا ما كان الله يبارك لا لا انا تو سكي قلب اللوز ان تخوك سي افيك بليزيغ فريمون بريمير فوا تلف لي الهضره هذاك ثاني ثاني بتاع الزين تاع بلادي ثاني لا بيان سور الله يبارك قلبت بلادك والله شي قاويه في زون ضربي القلب المقدر ضربي الجلابيه اذا زوبين نفتخروا بهم بيان سور نفتخر بهم الجزائريات يلا يعطيكم الصحه برافو 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 فوالا فوالا وفي الجزائر كاين زينكم اسمعي نبدل لك لورو بيان سور او دي سات ديديكاس تحبوا ديديكاس شو واحد يكونكم يلا يلا سي لو مومون روحي ديديكاس ديديكاس Si c'est pour moi, il n'y a pas de problème, on accepte. Dédicace à la famille Bachir. Ya, le Bachir, ya. Hajj Abdelrahman. Voilà, Hajj Abdelrahman ou la famille Bachir. Hajj Abdelrahman. لا لا في زوج والله يبارك عندنا سمرة وعندنا شقرة ما شاء الله هذه هي الجزائر بيان سور ميرسي ومن بعد نوروا في الكاميرا الجروب اللي راهو ما وراء الكاميرا جروب تونسيين هذا هو إشهار لأنه في كل دار كاين شيف كاين أطباق تعلمنا بنة المشاركة باش نفرحوا غيرنا ما كاين غير شيف اللي تمت بنة رمضان متي بنة رمضان بوصفاتنا على صفحة الفيسبوك لاباش كيغي شيف في شهر رمضان تقتل أواني وعلى هذا تيست جاب عرض خاص تيست سائل الأواني ب 109 دينار فقط تيست مجرب ومصادق عليه صباح الخير ماما صباح الخير وليدي ماما على بالي كيفاش نجيبوا الحليب احكي لي في واحد العالم بيض وشباب بزاف تاكل الابقار من المراعي النقيه باش تعطينا حليب صافي فيه بزاف الفيتامينات والكالسيوم باش يعطينا الطاقه والقوه والذوق نحبه كامل وليدي عنده خيال واسع بالصح عندك الحق في حاجة حليب البقر حضنة 100% طبيعي والآن جديد حضنة البن بالبيفيدوس حفاضات مجانية في الأكياس الجديدة لمولفيكس لكي كل الأمهات تجرب مولفيكس الجديدة مولفيكس سعادة دائمة you
رامي احكي مليح. في شهر رمضان تكتل اواني، وعلى هذا تيست جبهر خاص، تيست سائل الاواني ب 109 دينار فقط، تيست مجرب ومصادق عليه. على بالكم واش يزيد بنت رمضان؟ هي المشاركة مع الغير، ما كاين غير شاف اللي تمت بنت رمضان. كمصنعي آلات الغسيل سوف نعرض أمومتك لعدة تجارب صعبة، تجارب الحياة الحقيقية. سنبدأ الغسيل، النتيجة 100% فعالية في إزالة البقع. أمومتك الجديد موصى به من طرف مصنعي آلات الغسيل 100% فعالية في إزالة البقع. تصميمه الجديد يمتص السائل في أي وقت وفي كل الأحوال، وهذا بفضل الجزيئات المركزية المكثفة فائقة الامتصاص. نظام القنوات المتعددة يوزع السائل بطريقة متوازنة. الآن التصميم المتجدد لمولفيكس يتلائم تماماً مع الجسم. عيد ميلاد عاشر سعيد مولفيكس. إشهار مشاهدينا، نعاودوا نوليو لسعاد سبكي، هذه الفنانه اللي انا نحبها كثير. سعاد حبيت شوك سلطاني ولا هذا خاطر فهمتي بدات تقرص هي الاخرى الاخر. اذا سعاد هذه الفنانه اللي انا شخصيا احترمك ونحبك، لانك بكل بساطه فوزيت ناتشورال في المسرح ولا في التمثيل ديالك. اذا شفناك هذا رمضان في قصبه سيتي، اذا في دور عواوش، تكلمينا على هذا الدور كيفاش تلقيته؟ بسم الله. بصح اسمع واش هذا يا نيتك باش يرجع ليها هكذا عندها لي كريز واش كتعيط لها؟ ماشي ايناس هذه عواوج تسعديت باش نوجي غي شوز. اسمع واوج، اسمع واوج، اسمع واوج، سي ما غومير في ابيتي على كازبا الله يرحمها. لا فوالا حسابي سابلي عواوج. انت لعبتي في القصبه وسمعك عواوج. سعاد لا توحشنا هاد السماوات هذوما كيما تسعد. وي وي عواوج جازيه. وي هادوك راهم لي برينون توندونس. تسعديت تراكا تمام. اوه يا عمر العارم، العارم 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 طاطا العارم برقلاح هاك تمسخر بيا انا نقول لك حبيبي هذا شوي والله غير كان برقلاح كملي طاو شو برقلاح ويبدا البرق لاح زعما قال زعما سلطاني ديما صحابي مروان دقيقه سلطاني زعما 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 انا قاعد معاك هادر مع صحابي نقولوا والله راني خاطب برق اللاح يا انا مال انا راح سوق الفلاح انا ونيسا نيسا كاينه نيسا ونيسا 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 نعم مال وبرق اللاح برق اللاح هذا قليتها قليتها اسم عريق في الجزائر يا حبيبي سلطاني. إلا حبيت نتكلم منا سعاد على دورها والله غير إلا حبيت ثانية لو كانت عاودت لي برق اللاح يا مروان السرش يا مروان تفضل سرش ثاني تسرش برق اللاح احنا الصيف نصيف ونسبتنا اللي نحيوا اه وعبالك رايح دونك برق اللاح هذه مروان لو كانت عاودت لي القصائد اللي كان يخدمهم الشيخ الله يرحمه في بعض القصائد كاين هذه العباره هذه تاع برق اللاح وكاين الناس هنا في الجزائر في الشرق يسميو برق اللاح الله يبارك ما شاء الله برافو على برق اللاح وبدا بهم كاش واحد اسمها برق اللاح تبعك لا فاش سلطاني برق اللاح تفضلي مدام تفضلي راك تسنى في يا مدام تفضلي يلا سعاد نتكلموا على هذا الدور تاع عواوش في قصبه سيتي. شوفي هي على كل حال كل دور نقوم به هي مغامره طبعا ان شاء الله تكون جميله هذه المغامره. لا لا جميله تخزر فيها ما نخزر فيك نخزر فيها ها سيدي ندور وجهي روح لا لا هضري علاش حنا نحبوك سؤال نحبو نسمعوك تهضري وجهي على كل حال شوفي قصبه سيدي على كل حال عواوش لما قريت السيناريو طبعا هي كان لقاء مع كاع الفنانين اللي حنا يخدموا الممثلين دينا السيناريو قريت السيناريو على كل حال بون ما ندخلوش لي ديتاي كما يقولوا بون دور عواوش انا عجبني لانه دور تي شيرش با اون كومبوزيسيون سي سعاد سعاد سبكي يعني عايشه سا تغسومبل سا مغسومبل وانا عايشه في حي يعني تاع القصبه لحد الساعه وعندي جيران وعندي ولاد حومتي وعندي يعني قبلتيه قبلت بكل اطمئنان راكي في الحومه فوالا راني في الحومه بنت ستاره نورمال الفوزا غونتي فوالا سي مون رول
قبلت المفاجأة اللي كانت أنا ما منقوش ما كانت سارة لي شوية زعزعتني المخرج تونسي يعرف القصبة يا هل ترى هذا المخرج يقدر يدخل قلب القصبة يعرف تقاليد العوايد تاع ناس القصبة ولاد القصبة ولاد القصبة لا لا بولاد القصبة يدخل حتى لو كان يدخل كاين أشياء كأشياء اللي ما يقدرش بصح انتوما كفنانين انتوما اللي تحسوا لنا سمحيلي سمحيلي هو راه بالعاده ساعه الكاميرا لا بصح بصح لا توش تاعو لي طري زامبورطون شوفي شوفي انا كفنانه يعني كي كنا في البلاطو انا ممثله انا ما ندير انا ما نصححش السيناريو سي با مون ميتي تو مي تاتوش مي ما تصححش ما نصححش انا ما جو سوي با فيت بور جو سوي با فيت بور سا معليش كاين دي مول اللي كيما هو المخرج اللي نبلغ له تحياتي الاخ عصام كاين دي مول اللي ما يفهمهمش هو ما سي با سا فوت يا يا كهو خليني فوالا كاين دي مول اللي ما نقدروش نقولوهم احتراما للناس القصبة احتراما للشعب الجزائري احتراما لينا حنا سمحي لي سؤال لي مول اللي ما نقدروش نقولوهم كيف زعما ما فهمت زعما كاين دي مول كاين دي مول كيما يقولوا بون واش ما تخرجش من هاد لوندوا هو بور لوي ايه صافي في بيريودك عيب نو لا فهمتها فهمتها واش لازم تقولي راني خارجه من هذاك لوندوا نقول له لا يا سي عصام احنا ما نقولوش هاد لوندوا في القصبه ما يقولوهاش لو كان كان جزائري لو كان كان جزائري ما نقولوش انا مش موفو راك عارف تعرف التقاليد ديالنا واش نقولو واش ما نقولوش هذه كانت شويه يعني كانت امور صعبه عليا بصح النتيجه كانت موجوده من خلال يعني كاسبا سيتي ما نقدروش ننكروا هذا الشيء سعاد تبكي لا هي العمل طبعا كيكون عمل ما بين الفنانين وال ويعني انا ما نقولش غير انا كاين تقنيين لا كاين نخبه من الفنانين بصح عطيتي اللمسه ديالك يا سعاد تبكي درنا المستحيل باش كاسبا سيتي يعني نعطوها هي لو كان هي لو كان يلا كان 50% باش نمروا بالقصبه انا مون اوبجيكتيف دون تو سا سي با سعاد تبكي ولا فلان ولا نحييو كلمه القصبه صح سمحي لي سعاده يعني بالك انا نشكرها على الدور تاعها باسكو بون شوي فان اون كوميديان مي جو بونس كو القصبه راهي كبيره على واش نلعب بزاف ماشي كبيره دون اون بو فيغ ان تروك اون بو فيغ سيت كوم وتضحك في القصبه وي مي كاين واحد الرويعه بك القصبه زمنها الرويحه انا لازم نلعب فيها حتى يكون معاش في القصبه ولا ضاير في القصبه ولا او مولد العاصمه او مولد وي 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 سيرو فهمتيني واش انا حاب نقول فهمت فهمت هي سي فري هي بون هي اللهجه سي امبورطون بوغ ان كوميديان يلعب القصبه دوك انا سي امبورطون بوركوا باسكو دخلنا في دون دي ميوزيك لعبنا ربي يحفظك فوالا واسمها داوج العمياء داوج العمياء داوج العمياء تقاس كي تحكي عباك بيت تقاس سي 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 انا بور موا سي اون كولتور توت اون كولتور دو لا كازبا بيان سور il faut pas la faire passer comme ça ça m'a ça m'a touché فوالا اوكي il y a des constructions de la Casbah qui sont en ruine il fallait les filmer il fallait jouer dedans parce qu'on a joué dans des endroits حاشاك وحاشاك درك الريحة ما قدرناش مي موا جيتي بخيت ا رونتخي دودون ا رونتخي دودون بور مونتخي كو نوتخ كازبا الله غالب سي با لا فوت سي با لا فوتو رياليزاتور سي با لا فوتو كوميديان سي با سي لا فوت تاع الجزائر تاع سي لا فوت تاع الجيري فوالا لا كازبا ديالنا وراهي لي توريزم لي وراهي لي توريست يروحوا لا كازبا تاعنا والكمامات في كل جهه وكل مره يقولوا لنا حين نعاودوا نرموها وكاين اموال لي مختصه للقصبه ومش وي لكن كيما كنت تهضروا اسمح لي كيما كنت تهضروا كي تهضري دوك على خلينا القصبه كي نعاودوا نولوا للسيت كوم خلاص ما تقلقيش روحك ها شويه شربت غوص ما نشربش كيما نعاودو نولو الاخر دوكا كيما انا زعما بار اكزومبل يديرو زعما سيت كوم يسموه زعما عند الحمري في وهران دوك ما نقدرش انا اللي نلعب رول تما برينسيبال الزبير يقدر يلعب باسكو عنده لونغاج وعايش تما ويعرف بالك المنطقه سي تخي امبورطون الممثل يكون القصبه على بالو بلي ان مومون حاجه يفو يفو لو دير كونت اون في ان فيلم ولا ان سيت كوم يفو فير ان بون كاستينغ سورتو parce que c'est très important un casting surtout les rôles l'oulin surtout parmi les premiers rôles احنا تكلمنا على كازبا سيتي اللي تكلمت على القصبه ولكن كاين دي ريبورتاج اللي لازم يجوزوا على القصبه نسلطوا الضوء على لي ميوزي تاعنا لانه احنا كنروحوا لي ترونجي نروحوا لي ميوزي تاعنا ما نعرفوش نعم تفضل احنا مجرد ما قلنا القصبه كي قلنا القصبه
ميم نديروا دي سيت كوم نديروا هكذا انه انا في راسي انا كي نشوف نتفكر المسلسل تاع الحريق نعرف باللي هذيك هي القصه هذيك هي وثاني دوكا مالوغوزمون كان فيها كان فيها سيت كوم دي دي باراش حاجه اللي تضحك كان فيها كان فيها الدراما كان فيها الحوايج بزاف شفناهم دوك يقعد الحريق هو اللي هو المراه تاع القصبه اللي خلينا نعرفوا افا وي بور لو مومون سي لو بروميير سي لا j'étais surpris pour le harek que Chefia Boudra elle n'est pas native d'Alger elle est native de Constantine oui ou elle qui je vois pour moi elle a bête le qasba j'étais surpris en 2013 pourquoi tu as éclaté je veux dire en 2013 je sais pas je veux vous dire quand petit je veux dire pourquoi un bon comédien si vous le voyez qu'il est bien malgré que Souad Tibki est une bonne comédienne mais si je joue dans un rôle où j'ai jamais joué j'ai bien joué c'est la direction d'acteur la direction il y a un bon réalisateur derrière vous c'est ça d'accord ou chef ya Boudra ربي يطول في عمرها ان شاء الله امين هي تلعب الحريق انا j'étais jeune moi j'ai toujours pour moi c'est une fille de Casbah de la Casbah exactement mais c'est la voix علاش لانه كاين حاجه سعاد انا كنت نظن راح تقوليها له هو انه في الجزائر ما كاش قصبه وحده سعاد Malgré que la Casbah d'Alger. Oui, Hadi, c'est sûr. Non, la Casbah d'Alger. Non, non, la Casbah d'Alger. Ana wach habit nqol. Nous, il est temps de mettre en valeur et de rendre hommage les toutes les Casbahs de l'Algérie. Tروح للدلس كاين قصبه. تروح للقصبه تاع الجزائر سنتينه. Non, quand on a parlé du sitcom Qasbah City. C'était bien précis, bien sûr. On a parlé de ça. J'aurais voulu Qasbah City. Bon, premièrement, le nom Qasbah City, j'aurais voulu que ce soit Qasbah. City, c'est pas gênant. Pour moi, Qasbah, quand on va travailler, c'était pas facile. Parce que pour tourner dans une ruelle de Qasbah, avec le monde, il y avait le sens, c'était très difficile. Il y avait quelqu'un qui devait connaître les gens de Qasbah pour les faire. C'était pas facile. Oui. C'est pas facile. C'est pas facile de tourner. Alors on se levait à 5h du matin. On était au plateau à 6h du matin. Il faisait très très froid. Et on attendait dans la rue pour que les gens ne commencent pas à parler. Mais je ne sais pas, ils allaient tourner. Et alhamdoulilah, quand ma Maroufa Ganit, هذا وليد القصبة روفا كان معنا مسكين كان يعرف ناس يجيري ناس القصبة وكانوا ناس القصبة يحترمونا بزاف لأنهم pour eux faire un film à la Casbah c'était important aussi والحمد لله كم جي un petit public اللي يعرفني اللي يحبوا تواضع عندك جمهور سعاد في المسرح ولا في كانوا يحترمونا وصح كنا دايرين عليهم شويه حس باسكو طولنا ونقول لك كانت مغامره بالنسبه ليا وهذه المغامره كانت سواء بالنسبه لاني انا ان بون مومون والعام معايا على بالكم قسمه سيتي كان معايا قال معايا يا وين كل والله انا فهمت انا وين والله حيت نجوم فيغا والله لازم نولي نلعب مع واحده فنانه كبيره انا كنت كبير انا كنت قدامه وليد القصبه خويا وليد رومبالي حومه يما الله يرحمها اسمح لي كان حاجه سؤال لو تخوك كي فايد كي نقولوا لو مو قصبه حاجه اللي دغيت التانيت سي كشتي دوك تقولي لنا زعما الانسان تقولوا انا نروحوا لاكازبه يخافوا الناس تخاف علاش مالوغوزمون سا سافي دافين اوزي مروان جوليا والله العظيم اذا كي تجونا عباد زعما من فرنسا ولا حاجه الاولى انا دوك نديهم باسكو بالك كيما قالت لك عندنا الشعب شويه يعرفونا لخبط اوطونك ماشي زعما اوطونك راني ممثل قال كيشوفوني نصور معاهم كاع يجوزوني يا بي اي شوز بوزيتيف روحي وحدك يا بي اي شوز بوزيتيف كو جو ريميرسي لا برودكسيون سانسيرمون دارت عطات لنا كل ما نستحقوا بون انا سي ان مومون دوني جو سامي جو بري جو بيكي مي كريز باسكو سيتي لا فاتيك سيتي لو ستريس سيتي لي نير انفيرنال اي سيتي انفيرنال مي ان مومون مي لا برودكسيون نوزا جامي كيتي سعاد سبكي حنا كجمهور وتبعنا كاسبا سيتي نقولوا انه سعاد سبكي في كاسبا سيتي كانت مغامره جميله وجميله جدا
يعني هناك مشاهدين سعاد جميل فوالا حنا ما حسيناش بوشا كي تهضري كان لا لا يا سعاد اش بتقول لك سعاد سي امبيرفيكسيونيست يعني تحب حاجه على بيرفيكسيون لو فات كي ريوسي هذاك مع الوقت الله يبارك وبالاكسبيريونس تاعها لو فات كي ريوسي سون رول سا مي سوفي با نحب المجمل يكون مزيان فوالا كنتي تتخيلي حاجه كرباتيتي وخرجت حاجه يعني سبرك اقترح نقولها وخفت مروان قالها نستعرف بك مروان كوراج خوك صحيح يعني احنا لما نتعاملوا مع جزائريين خارج العاصمه قولوا باب الواد صحتشو هذا القصبه يخاف انا نحب نقول من هذا البلاطو انه وليد القصبة مربي كادير جابوني وميت بالضحك ما لبناش عارو غيبت لي في الزلابية طبع لي العصبان العصبان لو يعطيلو في العصبة لا 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 دي ومن طوبر قاس ومن الزلابية مروة ناوي فاهم فيك لا لا سوالة تليفوغي ماذا سعد انا كي راح نقول حاجة سعد تتقو إذا سلطان نكمل الفكرة حتى أنا مريلة رياضة قلت بأنه وليد القصبة اسمه إنسان مربي وليد فاميليا ويحترم خاصة المرأة وليد باب الواد نفس الشيء وليد كل يعني الجزائري عموما أنا وين مشيت في الجزائر ناس احترم ناس مربية مربيين صح جاتنا مؤخرا وحدة أمريكية لهنا الجزائرية شو شفايا نساء واسمها؟ والله غير نسيت ساشا ساشا عندهم بزاف لي فان امريكان لا ما لا قالت لي كيفاش لا سيتياسيون الجيري قلت لها شوفي روحي من تاتي بالساء الى تاتي لمسان ما يصرى لك والو يقدروا لا يقدروا يديروا لا لا هذه شطره تاتي زي وزول تاتي من راس تاتي زي وزول تاتي من راس ستار بيك كذا هذا هذا جو لو بلاطو بدي ولي كيما انت هذا راك والله ما تقدر تخرج يا مروه هذه هي العدوى العدوى عندك مرضنا شوف انا كاين ما كانش يحمي يتشوك ولا يحمي يتشوك تاتي زي وزول تاتي لي سونسون دروا اخو الله يبارك لا درا معايا يجوز ولا يجوز غير بالتاع غير بالتاع هضره بالتاع شوف فات الموسم قلت بانه لما جات الامريكيه هذه قلنا لها قالت لي كيفاش الوضع في الجزائر ورحت لاكاسبا وزارتها وعجبتها لا يقدروا يسرقوا لك بورتابل تاعك كيما يقدروا يسرقوه لي ليا كيما يقدروا يسرقوه لك امريكان وتم تحبس تري بيان هذا هو المجتمع تاعنا بون انا بور تيرميني بور قصبه سيتي يا اي شوز بون راني قلتها سيت اون افونتور مي جيسبر ان شاء الله على كل حال كانت الظروف مليحه بور لا برودكسيون ابار بون لي كوميديان كنا شويه لو ستريس كنا عيانين اي تو مي بون موا اوتون كو سعاد سبكي والله العظيم سي با بور جوتي دي فلور باسكو موا جو تري فرانش كوم فام وعلى بالهم يعرفوني الناس كون جي اونفي دو دير كيك شوز وعندها دي كريز على بالك جي ترافاي بوندون 30 ans في هاد لو ميتي اي جو ديري لا سينبك اي جو ديري بور لا بروميير فوا Pour la première fois, dans une production, Win Souad Sibki Tkolom, je veux un café, Ijiboula un café. Ça, je ne parle pas de café, je parle en général. C'est-à-dire, tout a été à notre disposition. Rien nous a manqué. C'est vrai, c'est énervant. C'est la même production. Oui, oui, c'est la même production. C'est la même. بوست كافي بوست كافي والله والو والله والو بوست كافي سي اون بلوس معناتها لا لا ماشي لو كوميديا كيما زعما يعرفوا قيمه الكوميديا دوكا زعما على بالو بلي جات سعاد سبكي يبي قيمه كيما لازم تقيم تقول انا حبيت على 10 نحبس على 10 تحبس سهيله عندك دوكا سهيله انا بروبليم تاع قهوه حليب هذايا بار اكزومبل سهيله كي تحب زعما عندك كي انت ديموندي طارتو سيترون معناتها اون بو دير سو زعما سي كوم ان كابريس ولا كابريس مي سهيلة فيك على بالهم بلي سهيلة كي تخدم لك حاجه حتجيب لك الناس تشوفهم اي با ولا غيجيبوا لها اي صا شوف كي تشوف جاست باغي ميم لو كوميدي دايما يروحوا على 3 مليون سي برودكسيون في لي نورم مروان هما ما يعني ما في لي نورم سي كوم سا حنا في الجزائر والفنا واحد حنا في الجزائر والفناش هكذا سانسامون مو جوني في دي برودكسيون دي فوا ميم با ان كافي ميم با ان فير دو مادام بايا راه شتي عاودتها تانيت مي لا برودكسيون هادي نتخي
قولي ان شاء الله. مدام سعاد تبكي كيسك هالف الي فاتيغي اي سو روبوز. مدام سعاد تبكي ماشي غير انا مي بون قيموك مدام اي فنان او جا خدمت في واحد الفيستيفال فيستيفال كيباك في كندا يبان لي لوج تاعي اللهجه تاعي ندخلها بلي زونبر تاعي ما ندخلهاش باج ولا ندير لي زونبر دوك واحد ما يقدرش بصبع بلي زونبر يدخل لازم يقطع لك صبعك باش يدخل دوك شوف النيفو كي تشوف انت هذا تشوف المحيط هكذا وتشوف بالناس باللي قاموا به كل حاجه كي طلع لاسين عندك حاجه واحده اليوم لازم مرتاح مرتاح ديالك فوالا فوالا الاستاذ عنده سؤال دوك جوستومون مدام سبكي انا في الجزائر الموصليه تلمست وكبرت ملي كنت صغير على انسان كان من قصبه يوسف وزناجي والحيه سيتي مون بروف دو ميوزيك لا فامي زناجي لا فامي زناجي الجوار زناجي حبيبنا وانا بابا بالكور من كارير دونك سيتي سيتي لامي دو سون بير الله يرحمه بالكور اه فوالا كمل لاكتيف ياكتيف وانا واش ما لقيتش في كاسبا سيتي بوتيت هذا اون دي كريتيك اي بور موا سي كريتيك دو فون سي ما لقيتش اللهجه تاع القصبه ما لقيتهاش تودرت وهذيك هي اللهجه حنا اللي حبينا نعاودوا نعلموا الناس كيما دوكا تروحي الوهران بالك الوهرانيين اللي يهضروا ماشي الوهران هي دوريجين صح شوف بزاف دخلوا فيها ديمو ولا فر يا يو سو بروبليم جو فيو لو دير مو جو لي دي لو ديبي سي لو كاستينغ بون انا جو سوي الجيرواز انا كنقول بو يصفر وجهك هادو سي دي لونغا سي لونغا تاع القصبه لا لا سعاد سعاد ارحم بابا قولي هالو يصفر وجهك نحن وراي فاميليا حنا هذا لونغاج قصباوي قصباوي حبيبي قصباوي خو مي كون tu n'as pas de répondant quand tu es en face de quelqu'un qui ne sait pas ce que tu es en train de dire il ne peut pas te répondre هلا بديتو فين هنا مي شنو هو شايف واحد في القصبة يقول لك هكا هاو انا ما جو لون بو با جون بو با او كوميديان لا غالب جابو هما قالوا مي سي دي شوز ا ريفوار دي ولاد القصبة يحسوا بها لا 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 سي لو كاستينغ سي لو كاستينغ ولازم لازم كي تكون تكتب السيناريو دير اللهجة بعين الاعتبار كي تكون تكتب على بالك بلي راك تكتب حاجه يا خويا خاطش علاش وين نروح للمنطقه اللي نروحها رحت الوهرن رحت القسنطينه السكيكده ولا المدن الكبيره بجايه تلمسان يقول لك يسون توجور فيكتيم لهذه يقول لك كي يتكلموا ما يتكلموش لهجتنا ما نقولوش من لهجه يقول لك ان دي مو الفاظ غريبه راهم يدخلوا على اللهجات واللهجات هي المكسب تاعنا هي التراث تاعنا Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais quand moi j'ai tourné le Qasba City, j'aurais voulu, sincèrement, j'aurais voulu être entouré par des gens qui les fermoni ana wach rah nqoul. Yani ana ki nqoul avec tous mes respects, Mourad, je t'aime, je t'adore, Mourad Saouli. Mais Mourad Saouli, il n'est pas de la Casbah. Ok. Quand je lui dis, Mourad, la lay wslak, Allah yatak rwina tdik inchallah, il safar wachak. Il ne peut pas me répondre. Il ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, je ne vais pas apprendre. Mais ce n'est pas de sa faute. Et ce n'est pas de sa faute. C'est la faute d'elle. Ou allez le casting à l'étranger, c'est étudié, Khoya. C'est le générique. Il y a un générique pour le casting. Il y a Flan, il fait le casting. Flan, il raqbe le casting. Flan, il dit le casting. C'est social, le casting. Je le dis. Social. Social, je ne sais pas. Il y a un réalisateur. Il y a un bon ami qui a fait le casting. لعب لاد الولد ولا غير يقتل بالضحك يا خويا قبله اذا معليش في كل انتاج كاين هفوات ربما ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه ولكن حنا حبيناك في الدور ايه وصلنا لاسباس سور لا كاليتي تكنيك تاع كاسبا سيتي ولا تاع بيبي كاين كوتي بوزيتيف تاع حاجات وي كاين دي شوز بوزيتيف باسكو موا كون جي فيو باسكو موا جو كان الكونسيبت مليح كاسبا سيتي جي فيو كيسك كيل فيلمي لو رياليزاتور C'était pas mal, il a quand même fait un tour, un balayage sur la Casbah. Il faisait. Au Darba Tah Sirdou Ganit. Ça, c'est sur les terrasses, le nez, le fait. Ah, voilà. Souad, smihili, qui te connaît, زعما ولد القصبه منا وزعما عندك سيكونس على بالك بلي نتاك حاضر في هذوك الدريوجات ما تقدرش ما تبدعش مع كل احتراماتي ولا قاعده كما قلت انت في السطح الفوقه واحد كيما السلطاني طالع بخفيفه الله الله ولا روح وجيب معك صحابك وتسع في الباب راك تعرف باش تدخل. مو جي كومباتي بور الحايك. لو كان ما لعبتش بالحايك ما ندورنيش قلت لهم لو كان ما تجيبوش الحايك قال لك نو مدام قلت لهم ما كاش مدام الحايك القصبه الحايك والعجار يكونوا ادوار اخرى وجابوهم لي وتورنيت بالحايك الحايك اللي ما نقدرش نستغناو عليه حنا علاش ما جيتيش بها الحايك مالا علاش ما درتيش الضبه لا خويا اللي في القصبه خلاص درك
كاين حاجه برك نزيد لا لا غير لازم نقولوها هو حوايج بزاف لازم باب القصبه الباب الواد سيتي يطلع زبير بعض الحين لازم تقول قول إيه. راك فت بعض الاحيان راك الكثير من الاحيان شوف كل اللهجات الجزائريه حلوه حلوه كل اللهج شوف احنا مثلا في لا ريداكسيون عندنا البوسعاديه ماريا ماريا بنعاد نحيوها شوف تتكلم معاك بالبوسعاديه نحيوها اكيد رائعه جدا رائعه بيان سور البرايجي كي يهضر معاك بلال كذلك رائعه جدا عندنا عيده كذلك عيده والعنبه عنبه عندنا عندنا زهره زارومني سكيكديه حاجه رائعه جدا جزيري فختان كوك دازيري ديروها نورمال نو وي سي فومي باش نقولوا حاجه بانه كل لهجه عندنا القبيليه كذلك تشوف كاين حاجه ايت 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 شكون شنقول اسمو القبيلي تاعنا حسن ايت رمضان حسن ايت رمضان حيوه بالمناسبه على رمضان اسمع كاينه حاجه بصح كيما تقولي انت هذه كان يخصنا واحد من الغرب من الوهر كان يخص جبنا الزبير كان معاكم واحد من الوهر اسمح لي اسمح لي دوك انت دير زعما دير زعما دير سيتكم في بوسعاده كيما تقول لازم اللهجات كاع كيما انت اللي تخدم معاك دوك كيما انا زعما الجيروان راح نلعب لتماك ما نقدر ما تكاش كيف صفا خطا ما تحسوش مروان كيما كي تكون من هذيك المنطقه اسمع كي تحب كيما نقول لك تحب تمد لافغي ايماج مدها بوش لازم وي هذا كاين ناس وعاد والله غير توفقتوا في هذا الانتاج ان شاء الله انتي فنانه كبيره وان شاء الله تكوني في ادوار اللي تحبيهم وتكوني مليحه وتمدي احسن للجمهور اذا من العاصمه مشاهدينا نروحوا نتكلموا على الرياضه نروحوا اللي اسمع على مجيتيني شنو اسمع اسمع نحيوك بنتك ان شاء الله تكون جزها الحال عندها لافاريسيل زوبي تعاوني شويه اذا نظمت جمعيه عدلاني ايفنتس مباراه تكريميه اللاعبين السابقين لفريق جيل عزابة من ولاية سكيكدا كل من مولود بن جدو رانا نشوفه في الصور وطاهر منصوري في سهرة رمضانية ليلة الجمعة إلى السبت المباراة حضرها نجم المنتخب نبيل بن طالب ولاعبين سابقين في صورة محمد معوش لاعب جبهة التحرير الوطني بالإضافة إلى العديد من النجوم في صورة حسن يبدأ وجاني حفيظ بالعباس وتصفاود الذين واجهوا اسمع مليح مروان واجهوا فريق الصحافة بقيادة مراد بوطاجين والعديد من الوجوه الاعلاميه كيما حنا اللي مدناش نلعبوا يا حنا يزيد الجمعه اللي نحيوه والمباراه انتهت 5-5 بصح انيس يزيد جمعه انا اللي نعرفه مدار يلعب مع الوزير نشوفوا الهدف تاع الجمعه ماركا ولا غير سجل هوليك هو هوليك تاع القل هذاك الوقت وكاين ناس بعثوا لي فيسبوك قالوا لي بلي ماشي بغلول راهم يتبعونا نشكروه حتى كي نغلطوا بعثونا بلوطو ماشي بوقادوم بالبغلول هو اللي كان غارديان دو شكروا الناس يتبعوا يا خويا يعطيهم الصحه دونك جات لوكازيون بور ريكتيفي ونكمل البريمير ديفيزيون شوي فريمون توشي على بالك كان يشوف بلي كاين الغاشي ومع العلم انه خلصوا تيكيه تاعهم سي بور اون بون كوز الله ما نكذب عليك 15000 متفرج سكيكدا اذا زبير 15000 متفرج من خويا الجزائري يحب يدير الخير يحبوا يديروا الخير خويا الجزائري رجله اخو كان عندنا كاع شامبيون رجله نيفو رجله الجزائري ولا حاجه كاع شامبيون نديروا غير لي ماتش تاع الخير نيفو رجله الجزائري نعم ودي بن طالب سي جين بون اوبيراسيون دو كومونيكاسيون ليه بعد النكسه تاع الاخر انا جوبونس كو حاجه اللي دارها مليحه ليه ولا نطلبهم حاجه يا رحم والديكم ديروا ماتش تاع الصحفيين على بعد ننظموا لكم مباراه مروان انت تكون معنا ننظموا لنا ننظموا لنا لا لا انت زبير انت الكل في الكل صاحب حتى هي طلعت شفت معليش جيوني غير ندور المهم بزاف زبير ولي لي كيسيون كو تو دوفي مي بوزي وين تعدي تاع القصبه سيتي خويا هذه داخل في الكوليس داخل في الكوليس اذا يزيد جمعه دار كيلكو سونور نروحوا نشوفوهم ثم نعود يوم سعيد لي كما واحد خلق فيه يعني تكريم ونشكر سي عدلاني ياسين اللي هو تعب صاحب وجد
بريبارا هذا الحفل في هنا في مدينه سكيكده وين كان الجمهور السكيدي غفير وفاجأنا في هذه السهره الرمضانيه. On a aimé venir faire plaisir aux supporters et ça fait plaisir de jouer avec les anciens etc. Très heureux. جوبيلي هذا لازم يكون الجوبيلي لازم يكون لازم لازم اللاعب اللي عطى له الفريق الولايه. نتواجه لاعبين في المنتخب الوطني رشيد بن طالب يبدا اللاعب سابق شيفو جاني عبد الحفيظ تصوت وبحضور الزملاء الاعلاميين زملائنا في المهنه سبقونا في هذه المهنه النبيله اعتقد هو عرس بكل المقاييس. نتمنى رمضان مبارك للجزائريين صح فطوركم مبادره طيبه لتكريم قدامى لاعبي جيل عزابه و شبيب سكيكده كذلك. نظن انه فرحه كبيره اليوم انا نشوف اطفال حاضرين معنا سواء ذوي الاحتياجات الخاصه وكذلك نشوفوا اطفال محرومين وقدام اللاعبين اللي شرفونا اليوم بحضورهم. وكصحفي مبتدئ نقول انه شرف كبير ان نتواجد مع نخبه اعلاميه هنا شرفونا بحضورهم لافراح الجمهور الرائع اللي حضر معنا في هذا السهر. اذا نصفقوا ليزيد جمعه اللي ماركا دو بوت يعطي الصحه. صح انيسه يزيد جمعه ماشي صحفي مبتدئ انا نحتج على هذه الكلمه. صح ما تهدرش عليا قال ما اسمع انا يزيد شغل سيدة مقهور والله ما يهدر هذا خلاكم فاشيين يا خو انا قلبي يحبوا له كانت فرقنا عوام اما لا ايه دروك صافي كنت مسؤول كنت حقره لا لا والله والو يا زيد حبيبي نرجو له تحيه ليزيد الجمعه بين قوسين اليوم ما قلتهاش مروان بين قوسين نقدر نقولها قوليها مستدير السلطاني مازال نتمنى الشفاء العاجل للاعلامي مراد بوطاجين اللي كانت عنده اصابه من خلال المباراه بصح سلامه نقعدوا توجور مع لي تروفي برنامج الجزائر رياشو دا امس ان تروفي من بلديه بلوزداد لانه احنا لينا احنا لا لا الجزائر رياشو قبل رمضان كان عندنا ركن الجزائر ايجابيه اللي نسلطوا في كل مره الضوء على جمعيه من الجمعيات النشطه هنا بالجزائر وبلديه بلوزداد ارتأت انها تكرم الجمعيات النشطه هذه وتكرم الاعلاميين فبرنامج الجزائر رياشو تحصل على ان تروفي يعطيهم الصحه بلديه بلوزداد فصحس الناو انا تخوفي وين راني حابه نروح لعند الهلال اذا سيد مالوفي تكلم لنا على الحفله كح تنظموا لا دا شحال الافراد ديجا دوكا شحال استاذ استاذ راه عندنا قمر خصنا غير هلال هذا ما كان النجوم سهله قمر خصنا غير هلال شيخ اوجه له فندو ان شاء الله دوك هي الطبعة الثانية اللي هي التلفزيون هي التلفزيون هو شنو هو هي راح نكرموا 12 فئة من برامج جزائرية اللي تبث اثناء الشبكه البرامجيه لرمضان جميع القنوات البرامج اللي تستحوذ على اكبر نسبه مشاهده نعطيو لها حسب الفئه كان فئه سيت كوم فئه كاميرا كاشي فئه فويتون دراما هيستوريك وبعض الفئات الاخرى كل واحد يخرج لنا الاول في نسبه المشاهده ياخذ هلال التلفزيون وكما نقول لك نعلنها رسميا ان مسلسل خاوة لان انتهينا من الاسبوع الثالث وكيفاش نقولوا بكالكول تاع ليزودونس تاع احصائيات تاع ثلاث اسابيع ان مسلسل دراما هو اول مسلسل في رمضان خاوة هو اول مسلسل درامي في رمضان وجزائريه شو اول برنامج تولك شو الاكثر متابعه في رمضان اذا نقدروا نقولوا كيما رانا الخوا اسمها كادري لي كونسيرني وحنا نجو يعني نروحوا كاع نجيبوا لا يوم 22 كيفاش نديروا عليها يوم الخميس 22 جوان في سجلوها من قبل في فندق الملك باش ما نجيش انا ما نجيش سجلوها بالاربعه نحضر لاسواري بيان سور على بالي سينو نديروا حلو سلطاني وحده ديرها وحدك انا ديرها وحدك يا خوان ديك سلطاني شوف بوزي كيستيون ما يعطينيش قلبي مروان يهدر بسلامته شوف مروان سينو نديروا بلاطو ملتو مروان ما يعطينيش قلبي زعما سجلوها نهار من قبل وخلاص مروان والله ما نقدر نديرها بلا عندك سينو كاتو باش تهضر عليها عندك التليفون لا تدري كيستيون انت تولي ليكيب والشاف ديك انت انت واحد راشد ما يمكن تشوك لحمك واحد ما يقول لك ولبسوا تقمايج دير تبديله كاع اشهار دير تبديله ولي بصح والله ما نقدر على فرحكم مروان ميم لي بابوش لبس ديك المارو ما نقدرش على فرحنا ما نقدرش حنا نقدروا الحمد لله الخوا اللي راح يدي الهلال وكذا برنامج الجزائريه شو اللي حنا رانا في أنيسة وجهها انا كاينه حاجه الى رحنا كاع يرحم والديكم يرفد الهلال هذاك الى حنايا اللي طويل فيك انت لا لا انت احنا حابين نشوفوك انت كي تكون تستلم انت يترفدوا اسكت عطوا كاع ولا لا هذاك اللي خايف كيفاش انت ولا غير انت انا ما كذبتش عليك اني متمني يمرض ما يجيش الله عندي اسمع الله متمني بجاع انا عندي العيش
زبير مبروك لمسلسل الخاوة والجزائرية. فئة أخرى، فئة أخرى أيضا في مثل فئة سيت كوم اللي هو عاشور العاشر، فئة كاميرا كاشي الوعرة، فئة برامج الساخرة نسطح، وبرامج أخرى مثل قناة سميرة تي في وعندها أحسن برنامج طبخ مع الشيف رشيد. صحة ولا ما يصيرش إن شاء الله يا رب. جينيريك مرة ثانية. ونعاود نذكروا أن أول هلال تلفزيون في فئة التولك شو حاز عليه زبير يعني. وعاود نحاولوا نحاولوا إن شاء الله يا رب. بصح حاطني الجينيريك تاع المسلسلات ما كانش باش يديها كادر. هذا علاه باسكو حنا ما درناش أن جوري، هي الجمهور هو اللي كرم الجمهور يقال الاخر. ولكن الطبعه الثانيه الطبعه الثالثه راح ندخلوا ان جوري كي سخا بريزيدي بار ان اون كونو تاع في الدمن الفن والسينما، لان راح نكرموا لو سيناريو لو جوري بلوتو لا بوند اوريجينال تاع ان فيتون بلس الماكياج ومدوه المسلسل الخاوة تاع العام اللي من قبل سامبوليك. قلت واحد الكلمة قلت يا با دو 203 العام الجاي ان شاء الله خاوة دو هذه كانت كاينة لماذا هذه الفكرة كانت كاينة كان الله يذكره بالخير حمراوي حبيب شوقي كان دايرها الفينك الذهبي الفينك الذهبي كان يدير كل رمضان فان تاع الكوميديا كانت مليحه في لافان تاع رمضان يدير حفله. انا شفت انا بلي نسناو دائما السلطات هما اللي يبادروا. حنا كشركه خاصه جزائريه انسان يبادر يكرم المنتجين الجزائريين وكي تكرم المنتجين او البرامج تكرم الناس اللي قايمين عليها. وخاصه انا اللي قلتها قلت لها هذا العام سيك عندنا 83% دي بار دو مارشي نسبه المشاهده تاع جميع القنوات الجزائريه مثلت 83% جميع القنوات. صافا ديغ لي شان اغاب يسون اون ركول في هذا رمضان. وهذا لازم نكرشوه لان لي شان اغاب شفناهم يجيو يزانفيستي سور دي بروغرام اترونجي ترك سيري ايجيبسيان ويحبوا هنا يديو لو مارشي بوبيستير دالجيري. وي فهمت. الوغ قلت لهم اول حاجه انفستيسي دون لا كولتور الجيريان ودخلوا للبلاد ادخلوا فوزيميتي وانت يعني راح ديروا اتيتر انتوما الشركه تاعكم بيان سور بيان سور انيشاتيف بريفي. اسكو عاونتكم شويه الدوله خاطر سي ان تري بون تخوك. لا هي شوف حنا ملي فتحنا في 2011 عندنا دوز ايفينمون. عندنا ان ايفينمون انويل لي ان ايفينمون تكنيك اي سيانتيفيك هو على لي زيتود دوديونس اي لي سونداج دوبينيون باش نزيد الاحترافيه ونطوروا الميثودولوجيا نجيبوا خبراء يدير لكم اون فورماسيون دي فورماسيون سورتو محاضرات على صبر اراء وميزيود دوديونس في العالم. وعندنا هذه هلال تلفزيون اللي عندنا الطبعه تاعها تاع رمضان وكان الطبعه الثانيه راح تكون في الشبكه البرامجيه لعام 2017 انا نحضروا فيها ويكون عندها تسميه مغايره. وقلت احنا ما نستناوش ان نكرسوا هذه الثقافه ونتواصلوا مع القنوات ومع المنتجين. لازم نستناوش ليطا يعطيونا كان دي زانونسور دي سبونسور انسان مجهود خاص مجهود خاص سا سخي بيان يعني دولة سي ان فرونس اون كونسيديراسيون سي ان انكوراجمون كبير على بالك دوكا ديجا دو بريفي تشجيع كبير بارك الله فيك. الوغ تزيد تقول لك زعما ان جون تعطي له لو تيتر ميور جون كوميديان مخرج احسن كل فئة نمدوا لها سا سخي اكسيلون وتلاقاو كاع الفنانين تلاقاو كاع الفنانين كامل الفنانين ان شاء الله تلاقيو كاع الفنانين باسكو حنا اون با دوندوا او سو رونكونتري با. انا ما على باليش كون حيلعب معايا حتى نشوف التلفزيون هي يلعب معايا هذا اون سي فوا با اون ديسكوت با اون سي با سكي سي باس انتر نو اون با دوندوا. نعم وان شاء الله ولا حب يجي ويكرمنا باللقاء تاعو نهار يوم 12 جوان ونعاود نسمعوا له لا بوند اوريجينال. انا جو سري غافي ان شاء الله. عاود ذكرنا برك بال يوم الخميس 22 جوان وان شاء الله جو سري بارفينيغ لانفيتاسيون وجي تشرفنا بالحضور في الميركور ان شاء الله. ندخلوا في الميركور ان شاء الله. لو 22 جوان. ميم لي فان تاعو عندنا انفيتاسيون. اترافيغ فوت سوسيتي برودكسيون اللي تعاملتوا معاها. تخي بيان الموعد اي بخي. واش نلبسوا ما قلتلاش. هذيك في الكواليس. اذا كان جابوني. نتكلموا على لو تيتر لاحين نسمعوه الان. لو تيتر لا شونسون اللي خرجتها مؤخرا سينجل. اسمه علاش؟ علاش هي اغنية عاطفية بعد النجاح تاع الاغنية تاع انتي سبابي كان لازم ندير شونسون علاش درت لها الكليب تاعها اللي نشوفوا في الصور والكليب هذا اللي راهو الحمد لله ماشي اليوم راهو
راهو في 14 مليون 14 مليون مواعيد مواعيد كادر سامحني شحال سقام لك الكليب البارح بكل صراحه كان عندنا سيتي سان عندنا قضايا رانا نتبعوا فيها لا لا سي تري امبورطون كنت اختار انت كنت كنقول لك تعال قولي كان واحد الوقت اللي الفنان هو انا اللي كليب تاعي انا هو المنتج انا هو اللي نخلص عليه ما عنديش منتج شحال سقام زعما هكذا الكليب الكليب صورته في المغرب سقام لي واحد 20 يورو 20 يورو هي بدراهمنا 350 مليون هكذا 350 مليون باش نمدوا صوره مليحه على 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 لا جينيراسيون تاعنا باللي كاين باسكو كان انتشرت واحد الهضره باللي لي رايمان ما عندهمش لي كليب ما عند سي فري بكري ما كان لي كليب بصح دوكا رانا نخرجوا ميم دوكا رانا نخرجوا رانا نشوفوا رانا حابين شغل ديفلوبي الخدمه ديالي انا واحد راني حاب نديفلوبي الخدمه ديالي تسمى كي ندير كليب ما نديرش كليب راه هكذا نراعي تكون غروس برودكسيون اللي فيها كلش التوماج فيها كيما هضرنا العلم اسمح لي كادر ما كنتش بقالو انا بوغ موا كادر جابوني سما باغمي تو لي شونتور راي الاخرين او داخل العالميه سي بون ان شاء الله يعني انا حاسها باسكو خلاص صح مروان سي سي شونتور اللي تسمعوا اون فامي تسمعوا في عرس نورمال وثالث ثالث كي تسمعي له التكست تاعو سي ان تكست كيما قال لك لوي راي مان سي ان تكست اللي يستاهل كليب يا مروان انا نسمع واحد يقول لك زعما عمري راي في لوبيتال وسطحت من السونترال كاش دير كليب زعما مروان حبيتك تطرح له سؤال اوتفورمون كيفاش علاش الكليب في المغرب علاش الكليب في المغرب؟ كيما حنا علاش في تونس نتونيو؟ وي الكليب في المغرب ما نساوش انه انا عندي بيبليك كبير في المغرب واضافه ان احنا رانا جيران ورا ولا عندي غروس عندي برودكسيون تما اللي راه نتعامل معاهم الحاجه كانت قريبه باش نديروا عمل جزائري مغاربي لانه احنا انا بور موا الفن ما عندوش حدود الفن ما عنده الفن وين نروح نغني وين نروح عندي بروجيك تاعي هذه الحاجه اللي خلاتني نديرو اليوم في المغرب انا اللي درت كليب في ميامي درت كليب في لا تايلاند درت كليب في دبي درت كليب في فرنسا على ما نكونش في المغرب قريبه لينا المغرب ويعرفوا ثقافتنا وعندي صحابي بزاف اللي قدموا لي مساعده تما وعندي بيبليك ثاني اللي خاوتنا المغاربه قدر يعني انا حضرت لك حفله في المغرب وين صرعتك بالهضره 200 الف متفرج كان هو يعيط اكثر منهم انا عندي سؤال كادر المخلوقه من عندنا ولا من عندهم من عندهم بارك الله فيك اذا كادر نسمعوا سؤال ما يخصناش سؤال المخلوقه كادر انا برك حبيت نقول حاجه قبل ما قول حاجه قلت شحال يسوى اللي غالي حبيبي اللي غالي شحال يسوى ما عندوش سومة ما عندوش سومة الغالي ما عندوش نبي نصري سلطاني يسمى كي تنفيستي على برودكسيون تستاهلها الله يسلمك حنا هذه هي الحاجة اللي حبينا غدوة من غدوة تتشرف غدوة من غدوة كي يكون جزائري يحب يسمع الواحد أنا واحد نحب نتلاقى مع واحد إترونجي نسمع له الغنى ديالنا واش عندكم هذه الأغنية قديمة هكذا هذا كي يدخل اليوتيوب يشوف ليماج يقول أنا نقول لك حاجة عشت هذه باسكو أنت قبل ما تخرج الكليب قالت شوف كنت وريت لي واحد الكليب وقلت لي أنا حاب نخدم في حاجة فيها ستيل فوالا قبل ما تخرج الكليب تاع من هذاك كي كنت هذيك وعلاش لا قبل وعلاش كان اسبابي لا نو ماشي تاع ستي سبابي كان الكليب تاع اوسكار ما شفتو يشوف ان كليب وانا قلت له علاش راك تشوف هذا الكليب تاع سي تقلح بين خرج حاجه في هذا الستيل سيتي ان تروك فهمتي ان شاء الله كادر كيما قلت يروح ان شاء الله ان شاء الله اذا تفضل معنا نسمعوا لو تيتر الله يسلمك
هذا الله يخليك العزيز. ما نقولكمش الدعوه كانت ديال رباح. شكون اللي كيشطح موسى؟ رباح. رباح رباح فيلم روحو زعما يشطح روحو. يشطح اون بريفي كيما دار واحد. رحيم. ايه رحيم. رحيم تاني درحانه. تحيه رحيم. رحيم يجيبوا لهنا. هو. ما نقولوش في الكواليس كامل ولكن لا ديكوفيرت تاعنا. اجمل اليوم اجمل طفل في العالم كادر جابوني اون بوتي هاوليك الله يبارك اروح دابا اعطوني برك الميكروفون الله يبارك حطها شحال شباب الله يبارك امك اللي بتعزم يعطيك الله مثل ما نلقاه بصح كادر اون بوتي اذا واسمك رحيم رحيم وتحب بابا كي يكون يغني اه وتسمع الجينيريك تاع الخاوه وتبدا تغني مع الغنيه لا لا صراحة صراحة هو برا تقول لهم بلي بابا كادر جابوني لا لا بصح انت جابوني كيما هو يمرقولك بس كاين اللي يجيبوني شوف لنا شوف لنا شوف لنا شوف لك اذا الله يبارك هذا وين تلعب وين تلعب قول لها وين نلعب وين تلعب وين تلعب البارو جارديان جارديان سما سلطاني لانفيتي تخسر هو وليده وين تلعب اسبانيول اسبانيول دو برشلونه يعطيك الصحه ما شاء الله رحيم الله يبارك فينا ربي يحفظك اذا مشاهدينا وصلنا لنهايه هذا البرنامج على بالي في قلبكم راكم تقولوا كن غير فيه ثلاث سوايع ولكن نوجه لكم كلمه اخيره سواء تبكي احنا حبيناك في كاسبا سيتي ولكن شنو هما شنو هو الدور اللي ربما في رمضان كنت حابه تكوني في اون اوتر برودكسيون مثلا ولا مسلسل ولا في رمضان هذا اي في رمضان الخوه اي فوالا ان شاء الله خواد ان شاء الله تكون مع ان شاء الله دايوغ لو رياليزاتور كونت ما فيو قال لي رحتي لي من يديا سي فري كو موا جيتي اون بلان ترافاي بصح ما رحتيش من عينينا سعاد نتمنى النجاح الخوه باسكو Ça mérite vraiment le khawa. Et moi, quand j'ai vu Sofitel, j'avais la chair de poule. Pour une fois, je dis bien, ma cool ihtiramati les réalisateurs, pour une fois, on voit un feuilleton, win, on sent le scénario, l'image, les comédiens, que vraiment, je me dis, voilà les Algériens, voilà la production. خرجنا من الكا والعياط. Voilà, exactement. إذا سعاد عطينا كلمة أخيرة لفان تاعك. واش نقول؟ نقول شكرا على هذه القعدة الزينة مع أحبابنا. وبيان سور ونقول لكم إن شاء الله يا ربي يلاقينا في ساعة الخير. إن شاء الله. وكل عام وحنا بخير. ورمضان إن شاء الله يعود علينا بالصحة ولهنا ولا مشناكم صحة عيدكم. ونقول لبنتي. صحة بنتي ربي يطول لك في عمرك ان شاء الله امين ان شاء الله وان شاء الله هذا عمك عمنا عم وبنت بنتي الله يبارك عندي ثلاثة جي تخوا بتي فيس مون بتي فيس ايسون با لا ايسون لندن مي نقول لهم توحشتكم بزاف بزاف عادل ومحمد مي لا بتيت اللي افيك موا دلال نموت عليك باسكو انا اللي ربيتها Et so qui grand-mère Oui, trois fois. Et mon petit-fils, il a 15 ans, le premier. Alors, on trahim à la kul al-moutana, on kulom Allah yahamkoum. On kul al-zamil ou sadiq li mat li tout. Rabbi, rahmou yassin. Khasatan, 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 blim ansa. Sadiqi, on kulu al-kader. كادر توب بزاف بزاف وليت فاميليا بزاف 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 وانا سي لو سول سي لو سول شانتور مو جو سوي فرانش كو جو لونتون شي موا افيك مي بارون افيك تو الموند اي جو لادور ميكروفون كادر على بالك بلي انا عندي حاجه لازم تزيد لنا حاجه اكابيلا باش نخدموا معاك بيان سور وانت سبابي عيشتيني في الدوت حيالي كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت أرايي قلبي بغيتي الكمال قلتي لي صاي وانا في عشقك وحدي بطاي تهمتيني قلتي داير رايي اي وادي أي قلبي يعطيك
يعطيك الصحة كادير. أنا جي أونتوندو سيت شونسون مي يغنوها باغتو على بال زوطو. ميم دي شونتوز دو زوط كوتي. والله العظيم. سلطاني دوك يعطيك معلومة وين تغنى تاني في ألاسكار. في ألاسكار. متع بالصوت خلونا من التاريخ. الله يخليك. آه يا سلطاني. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. الله يخليك سلطاني ربي يعيشك خويا. صوت وأداء. وكادر ماشي. بحارة الجزائر. وكادر. الله يسلمك. كادر ما قالناش أنك ريت الكوكب ولا عرفت. صوت وصوره. الله يخليك. اه اللي فور فور اللي فور فور فوالا. نعطينا كلمه اخيره اللي فان ديالكم. شنو نقول لهم انا اللي فان ديالي؟ نقول لهم يعطيهم الصحه كي راهم هما مشجعينا وهما راهم دائما واقفين معنا. نعطيهم موعد ان شاء الله في رمضان ان شاء الله. ولي فان تينيزيان اليوم في تونس ولي زالجيريا اللي رايحين لتونس راح نكون في يوم 30 جوان ان شاء الله في مهرجان قرطاج. الجزائريين اللي يكونوا في المغرب ولي فان تاعنا اليوم في المغرب ان شاء الله راح نشوفوكم في مهرجانات الجوهره فيستيفال دو راي فيستيفال الصويره وهكذا. الجزائريين اللي موجودين هنا نقول لهم باللي تيم قاد ان شاء الله الكازيف الحفلات اللي متعودين بهم وان شاء الله نعطيهم موعد ان شاء الله. ابريل العيد كاين دو شونسون جداد كاين هذا العام نجبد روحي وعندنا ان شونسون وحده اخرى ماذا بيا عمري نولوا اللي راح نخرج طلعنا خلعت هذه الحاجه اللي حبيت دوك ديجا درت لو تيتر هذا العام نجبد روحي كل واحد وين يخمم بالك يقول لك كادر راح يجبد روحه واحد عنده مشكل يقول لك هذا العام نجبد روحه ما يلعبش ان شاء الله ما تجبدش روحك من الفن يا ربي كادر. هذا سؤال واحد اخر يعني انا يعني باش نعرف انا واش ندير في البرنامج باسكو انا نخدم معاك في فليكيب تاعك جو سوي بالي دوسر تاع دوسر تاعو كل مهرجان تطلع كاع الحفاليه كلها تما يكون معايا مروان يضرب لي الشطحه في البروالي وبعد يعطيها تبيكه عندنا الدبلوم تاع الجامعه الرقاصه بصح البروبليم كادر يعني الحاجه اللي اكزيجيها لي يعني هذاك تبيك على الببليك قول لي غير نتشبك على الببليك ومن ذاك هذه ديستونس من ذاك يكونوا بعاد يعني كادر انا ماذا بيا نقول لك حنقص كي تقول لا سيروس هاك مع سيروس ديري لا سيروس ما عندنا ما عندنا خطوط جويه السلطانيه ما كانش تحكي مع سلطانية ديال بسمو بالك نطير شوية مروان ما تكونش اناني ندي معك سلطانية وما تكونش اناني وندي معك سلطاني وندي معك شي بالعنيب البارون يا الاورونج ويهضر الاورونج هذا هو الفنان فيتامين سي ويهضر هنا اذا نشكرك على قبولك الله يخليك والله انا فرحاني بزاف بزاف كي تلاقيت مع خاوتنا وليميسيون جاست بيان باسكو كل واحد يهضر كل واحد يعبر ما فيهاش انا ما حسيت روحي لزبيان الحمد لله يعطيكم الصحه دوما يعطيك الصحه اذا السيد مالوفي نشكرك في كل مره كنت تجينا ضيف لبرنامج الجزائريه شو كلمه اخيره روك كلمه اخيره كما قلت لك هذه الدراسه الاخرى ثلاث اسابيع كنا معكم كانت قلت لك جلسه حميميه وخاصه تعرفنا على بعض الاسماء وراني فخور جدا نكون مع الاستاذه ولا لاكتريس كنو اللي كبرنا معاها عرفناها انا الميزاني 70 دونك انا شويه قديم دونك راني صافي دي جي في كبرنا معاها لا لا سؤال شفنا الامير عبد القادر لا لا 70 قلنا ما قلناش من عندك عقليه اي نو نو دونك Donc c'est toujours une fierté de rencontrer ces gens-là. Kader aussi, que c'était une découverte. Parce que quand encore une fois, il y a un Kader avant, il y a un Kader après. Donc pour moi, je pense qu'il a trouvé sa vocation. Il peut représenter le Fintana. Ou Khastan Seyha Ta'ou, il y a des Seyha Ta'ou algériennes. Exactement, ailleurs. نقول تاني سيت ميساج بيرسونيل لا فامي تاعي باسكو سي ان ترافاي اللي عباك يستقطب كامل وقتنا نو ترافاي تيران بعد لاناليز لا سيزي لي بلاطو دو بارمي فو دو سور دوت بلاطو تاني عرضوني دونك اوبيجي نروح بو فير ليكيليب باسكو الناس يقول لك تروح لهذا وما تجيبش لهذا دونك اوبيجي تكوني لاخر دونك ميساج دو ريميرسيمون ما فامي لا بروميير دونك مون ايبوز مي تخوا زونفون سيف هشام وسيد احمد اكزاكتومون يشوفونا في التلفزيون بلوس كو كا لا ميزون ما مير اوسي ما مير كي نقول لك ربي يشفيها وان شاء الله يطول عمرها وبيان سور بيان سور الناس اللي راحوا غابوا علينا نوتخ بير الله يرحمه ويسع عليه لو بابا دو مروان وكل موتانا ان شاء الله ربي يرحمهم ونقول لكم كما قلت لك صحة عيدكم اون سو فيرا سيغمون لو 22 ان شاء الله لو 22 جوان ان شاء الله كما قلت لك يخلي القنوات الجزائريه دائما في المراتب الاولى اسمح لي استاذ كي راك انت مسؤول تاع نهار الحفله تاع لو 22 يعني ماذا بينا لو كان انت تخير لا كولور تاع القمجه تاع السلطانيه
باسكو لي تري سبونطاني والله يدير كيما تحب كيما تحب راه خير راه يكون راه كان يكون بالك يحب يروح قادر يدسك فيون والله تعاوني يجيب الديباردي لا 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 مروان انت سفيان انت قول وحنا نصوروا نجيبوا الصور لا سمير بوجاجة يخلص خلاص ولا دعس انا كولا ما يعطيها لهذو باش انت تعرف بوجاجة كان عندك بيضة ماشي تاع الفتحة هو قال له بلونش لا لا نقولوا بيضة 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 مشربة بيضة إذا نشكرك سيد مالوفي مروان وي كلمة أخيرة كلمة أخيرة لازم أولا نزيدو نرحمو على الفنان اللي فقدناه اليوم نقولو الله يرحمه الله يجيب الصبر العائلة تاعو كذلك باسكو صالو في أنا بالا كان عندنا حلم أنو نلعبو معاه سيرتو حنا راه نوفال جينيراسيون شفناه ينوزا كيتي الله يرحمه ويوسع عليه صافي بليزير لي كنتو معنا انا سعاد سي ان غافي نتلعبو معاك انت وكادير خويا الكبير ما شاء الله ما شاء الله عليك الله يحفظك من العين استاذ بارك الله فيك الاحصائيات على بالي بلي انت مام في داركم ديت لهم ديديكاس مدير لهم الحساب هكذاك شحال خرجوا المصروف شحال دير لنا احصائيات دير لنا احصائيات اخر رمضان شحال صرنا ما نتبعهمش يعني ماذا بينا احصائيات جبنا شحال نهضر مع العلم انه كادر انت كي قاعد في هذا البلاطو شكون يبان لك يعني الهضره او معروض باش يزيد يخرج لي الجار الدوزيام وانا فاست مع العلم انه كادر في دار في دار كادر انا خرجت الجيران يعني افتخار ليا كهدر نو فوالا ويعطيهم الصحه ونقول لكم نموتوا عليكم كاع كيما راكم وقالوا تابعونا سيغ جزائريه وان واني بون كلمه تاعك باش نتسناو تاع زبير تاع زبير هي الاخيره برك راني خايفه سفيان مالوفا حيد ان الاحصائيات البرنامج اللي ياكلوا فيه بزاف السكريات طاح ندو ثاني في الهلال اذا سلطان كلمه اخيره عثمان لا يعطيكم الصحه بون دونك مع مع سعاد عاود شميت ريحة مسك الليل الياسمين وسلطان الغابة ربي يعيشك شميت ريحة القصبة مع كادر كيف كيف رونفالي باب الواد قبيل كنت نحكي معاه فوالا مروان وشي وحيد مروان تشكشم في انا مروان تحبيبي خويا عيني كل شيء خويا العزيز مروان انت وليت قطعة مني يا مروان الله الله شوف شي بالعقلي على بالي يعطيكم الصحة وانيسه حبيت نقول حاجه ولفت البرنامج ولفت الجمهور ولفت جمهور الجزائريه وان وجمهور جزائريه شو علاش ما تبكيش سيتي ان غرون بليزير يعطيكم الصحه جافي جافي ان شاء الله جافي دير راسك انت راك ديريكتور روح درت روحك باش تبكي ولكن تاثر بالاغنيه تاع كذا وي ما تقدرش ما تاثرش خاص تاثر مروان انا في يوم من الايام في قضايا وآراء عرضت مرأة بكيت لي في البرنامج بكيت صح صح سلطاني لي سونسيبل اذا زبير كلمة أخيرة كلمة أخيرة مشاهدينا الكرام كما عودتكم الحمد لله فوتنا بير سواري افيك لي كروفات لي كرافات افيك لي كرافات ميرسي كادر الله يخليك خويا زبير كل واحد يقول جو جو صافي بولا كادر طايب مليح سلطاني شوي هذيك ما زادك ما حطوها هذيك بريميجور تاع كروفات تاعها بريميجور فريسكا هذا وخرجت هذا وين خرجت كادر دو جور ما تبعش الماتش زعما يحموها بغيت نرمي كادر صافي بليزير انت والله ما بخارط الجزائر وصافي جيران معاك وشرف كبير ليا شرف ليا انا يا اخويا اللي راني معاك وشرف كبير ليا ثاني كلاني مع مدام مدام سبكي سعاد سبكي اللي نحترمك بزاف ونقدرك شكرا ونحترم اخينا ثانيك استاذنا يعني مدير مؤسسة ايطو اللي كان معنا وعطانا قال احصائيات وان شاء الله يا ربي يكونوا عندك نهار الخميس ان شاء الله مرحبا بكم وميرسي تانيك مروان ميرسي قماج ونهايج ما فهمتش السلطاني بك العدوى 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 وسي السلطاني نقول لكم انا علاه ما يتاثرش علاه يبكي علاش حيتنا بكا في الغنيه على خاطر حقر العمال خاطر هذو العمال خاوتو من كادر غنى له خاوه تفكر بكي يا زمان بكي يا زمان كان يتفكر بكري كان يحقر العمال زوبيس كي شاف هذاك العامل اللي كان يخدم عنده كان الصحفي تما زاد عرف قيمه الاغنيه تاع كادر صح عرف باللي مازال قول بلي راك ندمان قول بلي راك ندمان والله ماني ندمان الله يسترنا والله ماني ندمان نقول لك علاه كنا نبداو محاضره جديده على تطرحوا له في السوق كنت مزير انا نقول لهم حلب شادي خويا صحيح ما تقوليش ما كاش انفورماسيون يعطيني نقول له وهذا هو دور رئيس التحرير وكان يجيب الاخبار تاع الجار تاعك انا اخر كلمه نقولها سي سلطاني تفضل زبير سي سلطاني نقول لك ان شاء الله يا ربي مروان
ان شاء الله يا ربي لو 22 نكونوا كاع حاضرين. نرفدوا يدينا زبير على بالي. ان شاء الله يا ربي في الدعاء. انا فرش الاواخر. اسكت سيفو بلي زبير مينيموم. اللهم امر سلطاني. لا 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 لا. اللهم اتيه بالواجع. اللهم اتيه بحبة في رجليه. لكي لا يخرج من البيت. اللهم احرق له قمائده. اللهم احرق كل ملابسه وخلي له الا في بردير. لكي ياتي بعباءة. لا هذا سلطاني نموت عليه ونغزاق مع خويا الكبير سلطاني بصح ما قريتو ان شاء الله يا ربي خميس ما تجيش. ميرسي انيسه نموت عليك تاني اختنا كبيره. انيسه عمري ما سقسيتك انا كبيره عليك ماما هكا اي با مشاهدينا الدنيا كان شي خطاب ولا راكم عارفين هاي انيسه. اذا مشاهدينا وصلنا لنهايه هذا البرنامج. قبل ما نختم شربات من بن عيسات من دراريا اللي كل يوم دويره اللي راهم كل يوم يبعثوا لنا شربات ملتي كولور عرفنا هذا سي لو جو دو بونتيروز سي. اذا بن عيسات نشكرك من دويره. مشاهدينا ابقوا دائما اوفياء لقناه الجزائريه وان ولبرنامج الجزائريه. شو نتلاقاو غدوه نفس التوقيت نفس القناه. الى اللقاء. شكرا. الصلاة والسلام عليك يا حنين الرحمن سيدنا محمد مشافع هذه الجنين. نصلي غنبي في الله ولي وسلحوب يتففى ولي وسلحوب يتففى أبو تخاثم تقرث ويا في حبك ربي الخافى حبك ربي الخافى أنا الدمى قلانا يا الرسول المصطفى. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سيفيتال.